سيجنالز هي مثلا سكريت ايوه يعني مختلفين، ما فيش حاجات يعني صفات مشتركه بين وبينهم. كان الشرح لخبط شويه بس. لا لا بسيط، هو بس عشان عاده الطلبه بتشرح مع بعض يعني السيجنالز بتشرح مع بعض، فممكن الحاجات بتخش في حاجات يعني. ازيك يا رشاد، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. هو طيب، انت طيب يا رب. هو برضه كان الدكتور اتكلم عن فكره الديترمينستيك ولا لا؟ ديترمينستيك حاجه بسيطه قوي، لكن ما دخلتش في الحته دي. هو المفروض ان برضه يبقى في سيجنالز ديترمينستيك وسيجنالز ثانيه اللي هي بتاع ده ستوكاستيك يعني، بس هو ما دخلش في الموضوع ده يا طارق. تمام. سؤال بسيط، هو ايه الفرق بين الحاجتين دول؟ بص يا فندم، السيجنال الديترمينستيك دي زي اغلب اللي احنا بناخده لحد دلوقتي، هي مثلا بيبقى طلع لها سبيكترم معروف شكله، بيبقى طلع لها تايم دومين معروف شكله، فقصدي ان انت عارف تبريدكت اللي قدام ورا شكلها عامل ازاي يعني، تمام؟ فدي ديترمينستيك. تمام؟ لكن السيجنال ستوكاستيك مثلا زي الصوت، زي الاستوكاستيك يعني probability. ايوه ايوه ايوه، بتكون بتكون probability يعني، اي بيكون فيها probability، فيها randomness لحد ما بالظبط. هي ساعات ساعات بيتقال عليها random signal، ساعات بيتقال عليها stochastic signal، ساعات بيتقال عليها non-deterministic، كلهم نفس الحاجه. تمام. وفي تطبيقات يعني التطبيقات اللي بجد يعني اغلبها كلها stochastic طبعا، لان مش بنقدر نحسب كل حاجه فيها بالظبط، فبتعتمد على البروبابيلتي بقى. طيب يا جماعة خلونا نبدأ. تمام؟ يلا بينا. دلوقتي الهدف من الماده كلها، تمام؟ برضه انا يعني هحطه من الاول خالص، وممكن حتى امشي معاكم على النص اللي انا كاتبها ده وده يعني، بس هو الهدف كله في نهايه الموضوع يعني، تمام؟ ان احنا نعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه ازاي نعمل ازاي احنا نعمل سيستم اناليسيس، تمام؟ للسيستمز المختلفة، والجزء الثاني نفس الكلام، بس برضه ان احنا نعمل ديزاين يعني. تمام؟ اللي بيجي في دماغك في الاول وانت شغال او كده، ان انت لو تعمل ديزاين للسيستم هيبقى بزنس ريكوايرمنتس مش عارف ايه وكده. احنا يعني في المادة بنبدا ما بعد هذه الخطوات، ان احنا معانا المعادلات او وات ايفر او غيره، ونبدا نشتغل عليها يعني. تمام؟ فاحنا طول المادة عندنا اثنين كومبوننتس معانا على طول. تمام؟ عندنا سيستم معين احنا شغالين عليه، تمام؟ وليكن هنعبر عنه مثلا ان هو اتش اوف تي، تمام؟ سيستم بيتغير مع الوقت يعني، تمام؟ والسيستم ده داخل له انبوت واوتبوت بشكل معين، تمام؟ والانبوت والاوتبوت اللي داخلين دول بيكونوا على شكل سيجنال. تمام؟ فده السيستم بتاعنا. تمام؟ والسيستم ده بيحصل تأثير عليه معين، انبوت معين، والانبوت اللي بيحصل له والاوتبوت دول بنسميهم سيجنالز، تمام؟ يعني الانبوت والاوتبوت، تمام؟ دول احنا بنسميهم السيجنالز بتاعتهم. تمام؟ عشان كده الاثنين توبكس بيدرسوا مع بعض، يعني انت كده كده لو انا معايا سيجنال لوحدها في الطبيعة، يعني ما بتعملش حاجة، فهي مالهاش لازمة، أو أنا غصب بدرسها يعني. فمعايا سيستم لوحده وما بعرفش أشوف الاوتبوت والانبوت بتاعه، فهو سيستم مش شغال، فبرضه ملوش لازمه يعني. تمام؟ فده هيبقى الفوكس بتاعنا. المفروض على اللي الدكتور قاله، احنا المفروض هنبقى شغالين في كذا توبيك مع بعض. اول حاجه، تمام، هيبقى التوبيك بتاع السيستم كلاسيفيكيشن بشكل عام اللي هو احنا فيه لحد دلوقتي. تمام؟ بعدها هيبقى فيه انترو كده للديفوبي، وبعدها هنتكلم في الدي اف تي والالجوريزمات بتاعته اللي هي الاف اف تي،
مجموعه الالجوريزمات بتاعه ده طبعا ان في كذا الجوريزم موجودين كلهم تحت مسمى الاف اس تي يعني اللي هو فاست فورير ترانسفورم تمام. وبعدين هنتكلم في الفلترز اللي هي فاينايت امبلس ريسبونس والانفاينايت امبلس ريسبونس, واخر حاجه خالص هنتكلم في الفلترز الثانيه اللي هي سوري الفلتر دي هنتكلم عن ابلكيشنز في الكلام ده كله. بس الاول هنتكلم على جزء السيستم في الديسكريت, يعني طبعا هيبقى في جزء هنا ديسكريت تمام, وده لما نيجي نتعامل معاه نتعامل بالداتا ترانسفير تمام. وهنفهم يعني احنا قاعدين دلوقتي الترانسفورمات دي شغاله ازاي وفكرتها ايه وكل هذه الاشياء الظريفه يعني تمام. فده كده الكونتنت الموجود تمام, عشان برضه الناس تبقى متابعه احنا فين وكده. احنا حاليا خدنا انترو لل او ريفيجن يعتبر على السيجنالز العاديه تمام, والمحاضره اللي بعدها خدنا كده انترو شويه للدي اس بي سكريت سيجنالز والحاجات دي كلها, والمحاضره اللي فاتت بدانا نخش في السيستم تمام الطرق بتاعتها واشكالها ويعني ديفرنت ستيبل ومش ستيبل والكلام ده تمام. فدي طيب احنا الاول خلينا نتكلم على السيجنالز تمام, سيجنالز بشكل عام, وناخد يعني ريفيو كده على الافكار اللي كانت موجوده في الاندر جرادويت في الدي اس بي بشكل عام يعني تمام. فلو بدانا تمام, وبرده لو حد مش فاهم حاجه يعني عادي بنتناقش في الامور يعني تمام قدر الامكان عشان برده ايه كلنا نجمع الدنيا تمام. انا يعني هتخطى كل الافكار اللي ليها علاقه بال probability دلوقتي مش هخش فيها لان برده دكتور ما دخلش فيها, وهنركز ان احنا معانا سيجنال ترمينستك عاديه خالص وبنحاول نشتغل عليها تمام. فالسيجنالز بتاعتنا اللي هي في النيتشر كلها تمام, يعني الناتشرال دي سيجنال تمام, هي ديكينج سيجنال وكل حاجه ما فيهاش معلومه قوي بس هي سيجنال تمام. عندك مثلا حاجه ثانيه مثلا تمبريتشر مع تايم وتمبريتشر عماله تتغير بالترمومتر فده برده دي سيجنال تمام. فدي الفكره الاساسيه ان انت بيكون عندك اكسس بتقيس عليه تغير معين, ممكن يكون وقت ممكن يكون اي حاجه تانية تمام. بس احنا يعني في الكيسز اللي احنا مهتمين قيسها كلها بيبقى وقت, يعني انت بتشوف تغير حاجه معينه مع الوقت, والحاجه التانية اللي انت بتقيس عليها بقى اي حاجه تمام. فده بيدينا اول تصنيف للسيجنالز الموجوده ان هي كونتينوس. طيب الجزء الثاني ان السيجنالز دي يا اما بتكون بريودك او نون بريودك, يعني انا عندي سيجنال بتكون يا اما بريودك تمام, في سيجنال ثانيه ابريودك او نون بريودك. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين دول تمام, واحنا بنتحرك برضو خطوه خطوه مع بعض. السيجنال البريودك معناها ان هي موجوده على نفس الاكسس ده تمام, بس كل فتره وليكن فتره الفتره دي مثلا بتكون تي كابيتال تمام بتتكرر, يعني هي نفس الشكل وعمال بيتكرر 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 وهكذا تمام. ودي عاده ما تبقاش موجوده في الطبيعه قوي تمام, الا في حالات خاصه يعني مثلا اكتر في الاستروفيزيكس والحاجات اللي شبه كده, فالنجوم والحاجات اللي حوالينا بتبعت بلصات كل فتره شبه بعض يعني, لكن ده مش طبيعي تمام. لكن الطبيعي واللي منتشر اكتر واللي في كل حته هو الابريودك, اللي هي سيجنال موجوده كده وبتحصل لفتره وبعدين تختفي, والفتره دي مش شبه بعضها تمام. طيب الفكره في ايه اصلا مبني عليها كل الحركه اللي قدام تمام, ان انا عايز قدر الامكان احول السيجنال الابريودك اللي تحليلها صعب, ده انا ما اعرفش احط لها قواعد تمام, السيجنالز البريودك اللي احنا بقى لنا 500 سنه بندرسها وحطينا لها مودلز وعارفين ندرسها بشكل مفهوم تمام. لان السيجنال الابريودك لو انا معايا التايم لو انا معايا مش عارف ايه, فده معناه ان انا كل سيجنال منهم هضطر اقعد احط لها مودل شكل تمام, فمش هنخلص يعني مش هنوصل لحاجه يعني, وفي محاولات في الموضوع ده يعني طبعا كلها فاشله يعني تمام. فاحنا الهدف دايما ان احنا نحول الابريودك لبريودك, يعني ده الجول بتاعنا يعني دايما على طول تمام, وهنشوف ده بيحصل ازاي تمام. طيب جزء تاني انا مهتم طبعا ان انا مش هعمل يعني اللي كان بيحصل قديما ان الحاجات دي بتحصل كلها مثلا فاكيوم تيوبس وترانزستور وبتاع, فكانت انالوج عادي خالص. طبعا دلوقتي لظروف الكمبيوتر وكده فاحنا بنحاول نحولها لديجيتال تمام, وان احنا نحولها يعني ان هي تبقى ديجيتال تمام, ده مش معناه ان هي ديسكريت تمام, يعني ده ديسكريت دي مرحله من المراحل اللي بتحصل
تمام. السيجنال الديجيتال تمام معناها ان هي كوانتايزد تمام بلس ان هي ديسكريت. طيب ما هذا الكلام يا جماعه؟ الكلام ده بيقول ايه؟ انا عندي اي سيجنال عشان تعرف تخش على الكمبيوتر بتعدي على اربع مراحل تمام. هي طبعا بتعدي يعني اي سيجنال جايه كده بتعدي على هذا الجهاز الظريف اللي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر، تطلع من الناحيه الثانيه ديجيتال، هي داخله عامله كده تطلع لنا عامله كده تمام، تطلع على شكل بلصات من اللي احنا ايه متعودين عليها بنعرف نتعامل معاها بشكل كويس تمام. طيب ايه اللي بيحصل يعني عشان نبدا اصلا نفهم احنا رايحين ديسكريت وليه محتاجين ديسكريت، ونبدا بعد كده نشوف العلاقه ما بينهم وكل ده. انا اول فكره عندي خالص ان انا عندي سيجنال بتاعتي بعمل لها سامبلنج، انا السيجنال بتاعتي كونتينوس وعايز اعمل لها سامبلنج بشكل ان هو ما يضيعش المعلومه اللي فيها تمام. فهناخد المثال البسيط خالص، عندنا ساين ويف بالشكل ده، دي ساين تمام، فدي ساين ثيتا اي حاجه ساين ثيتا تي مثلا تمام. وانا ما اقدرش السيجنال دي زي ما احنا عارفين هي على النمبر، فده معناه ان هي كل نقطه مهما رحنا دايما فيها داتا يعني. طيب انا الداتا اللي موجوده دي كلها انا عايز اعملها سامبلنج، اخد منها نقط معينه تعبر لي عن القيمه او المعلومه اللي جواها من غير ما افقدها، واعرف ارجعها تاني يعني، اعرف اعملها بروسنج على الكمبيوتر وتبقى العمليه ماثيماتيكلي اكيوريت تمام. فده كلام عايزين نعمله يعني. فجالنا راجل اسمه نيكوست تمام. نيكوست ده طلع رول كده تمام، يعني طلع اللي هو الرول بتاعته تمام، بتقول ان انا لو عايز اعمل السامبلنج بتاعي تمام، فلازم السامبلنج بتاعي يكون ثانيه كده بس خليكم معايا معلش ثانيه ماشي. انا رجعت تمام. فاحنا عندنا النيكوست ده قال ايه؟ قال انا بالنسبه لي لو هعمل سامبلنج وهنشوف قدام يعني ليه الرول دي اصلا طلعت او كده، بس خلينا ناخدها دلوقتي زي ما هي تمام. النيكوست قال ان انا عايز اعمل سامبلنج بتاعي، فلازم اعمل السامبلنج ده بضعف اتليست ضعف الفريكونسي اللي انا شغال بيها تمام. فده معناه ان السامبلنج فريكونسي تمام تكون على الاقل تمام ضعف الفريكونسي اللي انا ايه اللي انا شغال بيها فعليا، اللي هي الفريكونسي بتاعت السيجنال يعني تمام. فلو انا مثلا البريود دي ثانيه تمام، فانا هعمل مرتين في الثانيه سامبلنج تمام، اللي هي يعني التي دي هنا مثلا تبقى ثانيه، فده معناه ان انا الفريكونسي نص، فانا محتاج اعمل سامبلنج اربع مرات تمام عشان احقق الشرط بتاع الضعف ده تمام. اسمها نيكوست كريتيريا او نيكوست رول او وات ايفر يعني. فانا اول خطوه خلاص انا عملت سامبلنج تمام، وبقى معايا سيجنال عامله كده، عامله مثلا حاجه زي كده تمام. طبعا كل ما يعني كل ما زودت السامبلز بتاعتي كل ما ده زود الاكيرسي بتاعه المعلومه اللي جايه. طبعا ده مش هيبان في الساين وكوساين يعني، كده كده ساين وكوساين ما فيهمش معلومه يعني تمام، لان هم مونوتونس او داتا فريكوانسي واحده يعني تمام. لكن بيبان طبعا في السيجنالز اللي ليها داتا فعليه، السامبلنج ريت بتاعك هو اللي بيحدد الكواليتي بتاعه الداتا يعني، او الكواليتي بتاعه المعلومه اللي جوه تمام. فبعد ما عملت سامبلنج انا برضو عندي مشكله، انا خلصت من ان هي كونتينوس في التايم دومين، او خلصت من ان هي كونتينوس هنا تمام، لكن هنا هي لسه كونتينوس، فالسيجنال في الوضع ده بقى اسمها ديسكريت، بس هي مش كونتايزد ولا حاجه، هي ديسكريت بس. طيب انا برضو عشان اعرف اتعامل معاها الكمبيوتر، فانا لازم احولها لشكل يكون برضو في الواي اللي هو بقى ساعتها تمبريتشر او اي حاجه، ان هي برضو تكون ديسكريت، فبعمل عمليه الكوانتايزيشن. دي بقى الخطوة التانية، إن أنا باخد السيجنال أعمل لها كوانتايزيشن تمام. فخدت السيجنال بتاعتي، في طرق كتير مش هنخش فيها لأن هي مش موضوعنا يعني تمام. بتحول لي السيجنال بتاعتي إن هي تبقى على ليفلز باينري مثلا، بدل ما هي هنا من 1 ل 10 فلا هقول مثلا إن هي 0 0 0 مش عارف إيه 0 0 1 0 مش عارف كام 0 11 وهكذا تمام. إن هي دي على الليفلز المتاحه كلها ليا يعني. والسيجنالز وهي بتطلع تمام هي مش مسموح لها تبقى موجوده غير عند النقط دي تمام، ومش مسموح لها تبقى موجوده في النقط اللي في النص. فطبعا بخسر جزء من الداتا وكل حاجه، بس برضو هنا بيجي طبعا هي ملهاش نيكوست رول بالظبط يعني تمام، بس ده بيبقى ليها ايرور يعني، انا ببقى عارف
وانا بكونتايز الداتا بتاعتي ان في ايرور بيروح مني وليه طريقه لحسبته برضه مش موضوعنا قوي تمام. ممكن حتى بقى اكلمك فيها فيما بعد يعني. وانا مثلا ببقى عايز احافظ على الايرور اقل من نسبه معينه عشان السيجنال تفضل اكيوريت يعني حسب كل ابلكيشن انا شغال فيه تمام. فعملت كوانتايزيشن فبقى معايا السيجنال كوانتايزد والسيجنال بتاعتي ديسكريت. الخطوه الثالثه ان انا بعملها باينرايزيشن بقى ان انا بحولها من الشكل ده تمام. انا خلاص معايا القيم بتاعتها هنا ومعايا القيم بتاعتها هنا برضو دي 1 و2 و3 و4 تمام. بحولها في الاخر لشكل بارسز تمام ان هي تبقى عامله كده يعني باخد الكلام ده احطه في الترين ورا بعضه مش اكتر تمام. طبعا هي مش دايما تبقى عامله كده، هي ممكن مثلا تبقى عامله بالشكل ده تمام، وبعدين مثلا حاجه كده سريعه وهكذا. طبعا كل واحده من دول متخصصه بالتايم يعني تمام، وفيها المعلومه اللي شغاله جوه. فالساين بتاعتي بتتحول عادي لشكل ديجيتال تمام. فانا كده وصلت ان انا هبدا بقى ايه اتعامل مع الكمبيوتر. هو رشاد بيتكلم ولا لا بتهيألي بالظبط صوتنا صوت اوكي هو طالع الريتين بارتيشن معين يعني. هي برضو دايما حتى لو خليناها فيها ديسمنت فبرضو هنعمل كوانتايزيشن ليفل معين عشان انت انا اخد مثلا 32 بت 64 بت وما بعلاش عن كده في البارتيشن بتاعي يعني. ممكن يبقى مثلا سيجنال 3 بوينت مثلا مش عارف 3.2 6 4 مش عارف ايه، بس هو اخره وهو بيتمشى كده انه 30 بت تمام. ده اقصى حاجه في الفلوتنج بوينت يعني، او 64 في حاجات احدث شويه. فبرضه هفضل بعمل كوانتايزيشن حتى لو على ليفل صغير جدا، فدايما بخسر داتا يعني. دي الفكره في الديجيتال، ان دايما في جزء بخسره وانا بحاول اشوف انا ما اخسروش ليه او اقلل خسارتي ليه ازاي يعني تمام. فدي نقطه. حد عنده مشكله فيها؟ لا حد عنده مشكله؟ بس انا كده بس عشان كاريكاب يعني بتحول في النهايه السيجنال هتتحول لنهايه لباينري هتصير زيروز اند وانز، وبالمثل عباره عن السيجنال هتكون عباره عن ست او مجموعه من الارقام وكل رقم بمثله بباينري برقم باينري في النهايه. بالضبط تمام. ولما باجي بقى الخطوه اللي بعدها انا بحطها في اري يعني. احنا في عرفنا في الكمبيوتر دي اري او غيره ماثيماتيكال اسمها فيكتور تمام. وانا جوه الفيكتور او الاري دي كل بوينت في الميموري يعني مثلا 0 و1 و2 دي تي 0 تي 1 تي 2 ده مكانها في الميموري عادي خالص تمام. الخطوه اللي بعد كده عشان نثبت ان الاوبريشنز اللي هتتعمل هنا ممكن تتعمل هنا، ان احنا نفهم هما ليه ده فيكتور وده فيكتور يعني. ليه النسخه الكونتينوس دي فيكتور وليه النسخه الثانيه برضه فيكتور تمام. دي النقطه اللي احنا لو فهمناها ووصلنا ليها بشكل احنا كنا مستنيين حلو هنبقى فاهمين. انا ممكن اعمل فورير ترانسفورم هنا وهنا مفيش مشاكل، ديسكريت او عادي. ممكن اعمل الحاجه على الكمبيوتر واعمل حاجه انالوج بنفس الطريقه عادي تمام. وده طبعا بيخلي السيميليشن شغاله وكل الكلام ده. طيب ده ازاي تمام؟ انا بالنسبه لي بيكون الهدف بتاعي في الاخر انا عشان اعبر عن اتفضل المعدتين انت كتبت في النص دي عشان احنا تقريبا السكرين كانت فصلت. انا لا لا هقولهم تاني. انا بس كنت بحط معادله الكوساين العاديه ومعادله الكوساين بعد السامبلنج. اوكي اوكي تمام يعني فاهم اللي هي ان عشان ان سامبلز مثلا
وهنا الاف تي العاديه. طبعا بدل الان دي انت ممكن تكتب تي اس اللي هي تي سامبلنج يعني زي بعض. اوكي تمام. طيب ده كده نقطه. طيب انا لما باجي اعبر عن الفيكتورز واعبر عن الكلام ده كله بستخدم ماثيماتيكال اوبجكت تمام اسمه الفيكتور سبيس. تمام هو يبدو من اسمه ان هو سبيس للفيكتورز يعني تمام، بس انا عايز يعني اقول لكم التعريف الماثيماتيكال بتاعه، هو مش عنيف تمام، بس هو يعني في بس فكره كده تمام، فانا عايز اقول لكم عليها عشان تكونوا فاهمين ليه الفيكتور دي شغاله وليه برضه الحاجات اللي الدكتور قالها وهو بيشرح شغاله يعني تمام، لان هو ما ذكرش حته ان ده اسمه فيكتور سبيس مثلا تمام. طيب ده ازاي بقى او الفكره بتاعت الموضوع ازاي. طب انا عشان اعبر عن فيكتور دايما تمام، احنا عارفين الكارتيزيان سبيس بتاعنا اللي هو مثلا كده وبلعب فيه بالفيكتورز بتاعتي والحاجات دي كلها. اي فيكتور في الدنيا فيكتور اذن فيكتور اللون الاحمر مثلا عامل كده تمام، فهو ليه حاجتين دايما، ليه دايركشن معين وليه ماجنتيود معين، ماجنتيود اخر يعني تمام. دول الحاجتين اللي بيعبروا عنه. واغلب القيم اللي في الطبيعه يا اما بتكون سكيلر فاليو، وانا عارف ان ده كلام ثالثه اعدادي قوي يعني تمام، يا اما فيكتور، بس يعني ايه اصبروا معايا. طيب انا طبعا في العادي يعني وانا بحلل سيجنالز والكلام ده كله مش مهتم بالسكالر فاليو، لان هي جاست تديني تعبير يعني. مثلا لما نيجي نتكلم قدام عن الباور اللي في السيجنال، لما نيجي نتكلم عن الانرجي اللي في السيجنال، هي رقم ده سكالر تمام، فده انا مش مهتم بيه دلوقتي تمام، لان هو ما فيهوش معلومه، هو بيلخص الدنيا بس ما بيدينيش معلومه. المعلومه كلها موجوده في الفيكتور تمام، لان هو بيبقى مجموعه من القيم وليها اتجاه معين. طب ايه فكره الاتجاه ده او ايه فكره الموضوع ده كله يعني تمام، ان هو انا ببدا تمام الفيكتور سبيس ده برضو عشان نبقى يعني فاهمين الموضوع اكتر تمام، خليني احط الديفينيشن المظبوط يعني تمام. بيتبع حاجه جوه الماس عموما في الالجبرا والحاجات دي كلها، حاجه اسمها فيلد تمام. فهو بيكون الشيء ده اللي هو الفيكتور سبيس يعني الفيكتور سبيس بتاعنا تمام، ده بيكون فيلد مثلا اف تمام. والفيلد ده عباره عن ايه يعني ماثيماتيكلي عموما تمام، انتوا عارفين السيت والسيت العاديه اللي هي مثلا مش عارف 1 2 3 اي حاجه تمام، دي السيت بتاعتنا. طيب فانا بالنسبه لي الفيكتور سبيس بتاعي يعني انا لو جيت بصيت على الكارتيزيان سبيس او الاقليديان سبيس بتاعنا العادي، هو بوينتس، مجموعه من البوينتس، سيت اوف بوينتس من 0 و0 و0 لحد انفينيتي وانفينيتي وانفينيتي في كل الاتجاهات تمام. او لو انا مثلا شغال 2 دي فيبقى من 0 0 مثلا انفينيتي انفينيتي في كل الاتجاهات. طيب انا اكيد مش مهتم يعني في المرحله الاولى تمام ان انا اخد السبيس ده لوحده اتفرج عليه يعني، انا مش عايز احط الاوبريشنز بتاعتي تمام واتفرج عليها. فبيصاحب الست دايما اوبريشنز تمام، والنقطه دي مهمه جدا. طيب السيتس مع الاوبريشنز، مش عايز اقول بلس عشان دي هتلخبطنا شويه، بس الاثنين مع بعض بيشكلوا مجموعه من الماثيماتيكال ستراكشرز زي الجروب زي الفيلد زي الرينج زي مش عارف ايه. احنا كل ده ما يهمناش، احنا يهمنا الفيلد تمام. طيب الفيلد فكرته ايه تمام، ان هو الفيلد بيكون ست زائد او مع يعني with تمام اتنين باينري اوبريشن تمام، وده هيوضح لنا قدام كل حاجه بتحصل ازاي تمام. طيب ايه الباينري يعني ايه باينري اوبريشن؟ يعني هي اوبريشنز بتحصل على حاجتين يعني، بتحصل مثلا على فيكتور وفيكتور مش على ثلاثه، لان هي لو ثلاثه هنشوف قدام بتقسم الاثنين واللي يطلع مع الثالث تمام. فايه الاثنين اوبريشنز اللي بيحصلوا او بيتعبر عنهم عشان يبقى ده اسمه فيكتور سبيس تمام، وابدا اتعامل معاه كفيكتور والكلام ده كله. ان هو اول حاجه الاديشن، فيكتور اديشن، ودي احنا عارفينها كلنا تمام، احنا بس بنوصف الموضوع بشكل محترم يعني تمام. فيكتور اديشن عادي، عندي فيكتور مثلا معين زي ما كنا بنعمل في اي حاجه تمام، في 1 زائد في 2 واجمع كل نقطه على كل نقطه جوه، مبروك بقيت خلاص في بتاع ده معايا الفيكتور الجديد يعني تمام. النقطه الثانيه السكالر مالتيبليكيشن او اللي احنا كنا بنقول عليها دوت برودكت تمام.
تمام، اللي هي كانت في 1 دوت في 2 تمام. ده كده الايه الفكره بتاعتها، وساعات بيتسمى الانر برودكت كمان اللي هو ال سوري ده اسمه سكيلر برودكت، التاني اسمه الانر برودكت اللي هو الفيكتور في فيكتور يعني. طيب في شويه يعني اكسيومز كده تمام، اكسيومز يعني مسلمات احنا برضو محتاجينها عشان نقدر نكمل لقدام ونقدر نشوف احنا هنعمل ايه في حياتنا يعني تمام، بتحكم الايه السيستمز كلها او سوري بتحكم الفيكتور سبيس بتاعتها تمام. فاحنا عندنا مثلا فيكتور سبيس كونتينيوت تمام. لحد ده حد عنده مشكله يا شباب؟ لا تمام، كمل كمل يا شباب، كله تمام. دي كلها زي هتكون مقدمات هنستخدمها في حاجه بعدين. هي بس عشان تفهم الامور، عشان برضو لما ابدا اخش شويه في بدايه اللي الدكتور قال على الساين والساين يبقى مفهوم لينا كلنا يعني تمام. فانت يعني برضو شويه مسلمات كده انت بتاخدها عشان تبقى عايش على طول. اول حاجه ان الفيكتور سبيسز بشكل عام اسوسييتيف تمام، يعني ان مثلا اليو مثلا وليكن في زائد دبليو وليكن تمام، هي اليو زائد في تمام زائد دبليو. لو مش هتفرق الترتيب او الاقواس او الكلام ده، خد اي مجموعه مع بعض هتشتغل عادي خالص يعني، خد الاثنين دول حطهم بعد التالت مفيش مشكله تمام. الحاجه الثانيه ان هم كوميوتيتف تمام، كوميوتيتف يعني ممكن ابدل ما بينهم يعني اليو زائد الدبليو مثلا هي دبليو زائد اليو مفيش مشكله تمام. حاجه ثانيه مهمه جدا عشان الفيكتور سبيس يبقى فيكتور سبيس وانا شغال عليه تمام، ان هو يكون فيه ايدنتيتي اليمنت اللي هو الزيرو يعني تمام. في الحاله بتاعتنا مثلا هو الزيرو او اسمه الزيرو فيكتور يعني تمام، فهو اسمه الايه الزيرو فيكتور تمام. الزيرو فيكتور ده بيبقى فيكتور زائد زيرو بيرجع الفيكتور زي ما هو تمام، مش ضروري يكون زيرو بالمعنى بس هو بيرجع يعني ما بيأثرش على الفيكتور في الاخر، هو بيخش معاه يطلع الناحيه الثانيه زي ما هو تمام. وطبعا في الانفرس تمام، اللي هو بيقلبوا يعني لما يجمعوا على بعض يحصل الفيكتور زائد نيجاتيف اللي هو فيكتور ده بيؤدي ان هو يبقى زيرو اصلا تمام. دي نقطه. اخر حاجه تمام ان هو بيكون الفيكتور ديستريبيوتيف، يعني ان هو انا لو انا عامل مثلا حاجه زي كده، خلينا نكتب كده ديستريبيوتيف تمام، ان انا لو عامل مثلا اي يو زائد في وليكن او حاجه زي كده، فدي معناها ان هي اي يو زائد اي في تمام. مجموعه الحاجات دي انا بقولها ليه؟ عشان نشوف بقى الخطوه الجايه بتاعتنا. احنا دلوقتي خلاص متفقين، احنا عندنا فيكتور سبيس، اي داتا عندنا فيها معلومات ايا كانت شكلها هنعبر عنها على شكل فيكتورز، الفيكتور دي هتحطها في السبيس المناسب ليها بالطريقه المعبره عنها بشكل كافي تمام. فاحنا عادي بنيجي في الشغل بتاعنا واحنا متعودين عادي خالص واحنا صغيرين بنعبر عن حاجه في الكارتيزيان سبيس اكس واي زد تمام. فبيكون عندي مثلا في 1 تمام بيساوي ايه؟ بيساوي مثلا في اكس في واي زائد في واي زائد في زد. طيب ده الكومبوننت بتاعته يعني. طب هنا في حاجه ناقصه، انا جيت في السبيس بتاعي ده تمام، الفيهات الكتيره دي تمام بسكيل براحتها يعني فاهم، اللي هو اكس دي ب 18 ومش عارف ايه وكده، ايه المحور بتاعها او ايه اللي بيقول لها بدايتك فين؟ بيكون حاجه اسمها اليونت فيكتور. يعني الفيكتور اللي هو بيبقى هنا وهنا تمام وهنا وحجمه واحد، يعني الفاليو بتاعته تمام بتكون واحد. فبيتحول الشكل بتاعنا فاهم سؤال، مش اليونت فيكتور ده دي حاجه بنعملها عشان فور نورماليزيشن، يعني عشان نورماليز الفيكتورز اللي موجوده كلها ولا ايه؟ لا هو اليونت فيكتور ده انت اصلا بتجيبه من النورماليزيشن، يعني نتيجه النورماليزيشن ان انت يبقى عندك اليونت فيكتور بتاعك. صح بالظبط تمام. فانت في الاخر الشكل بتاع الفيكتور بتاعك مثلا بيبقى في 1 ايا كان شكلها كده تمام، بتساوي الفي اكس في الاي اكس اللي هو الكومبوننت بتاع الفيكتور في الاتجاه ده تمام، مثلا تحط عليه هات كده، بعدين في واحد برضو في الاي واي، بعدين في واحد في اتجاه الزد تمام. ده كده الفكره بتاعته. طيب ده احنا عارفينه دايما اللي هو الكارتيزيان. طيب هل الداتا اللي معانا يعني انا مثلا
انا ممكن اعبر عن الساين والكوساين في الكارتيزيان، مش مشكله عادي يعني، تمام. عبر عن اي حاجه في اي حته، بس في حاجات بتبقى افيشنت اكتر من حاجات. فاخترعوا كذا سبيس، في عندك الكارتيزيان، في البولر، في مش عارف ايه والكلام ده كله، وكلهم فيكتورز. فده بقى هنا بيودينا لحاجه حلوه قوي، تمام. اي فيكتور سبيس في الدنيا عشان اعبر عنه، تمام. ودي بقى الدخله الفعليه بتاعه السيجنلز، بيكون ليه حاجه اسمها بيزس وليه دايمنشن، تمام. البيزس بتاعنا ده المعادله اللي بتوصف الفيكتور سبيس كله، والدايمنشن ده عدد الترمز اللي فيها، او عدد المحاور يعني، او الطرق اللي احنا بنبص عليها. فمثلا لو احنا جينا في الكارتيزيان سبيس، فاحنا البيزس بتاعنا ايه؟ تمام. البيزس بتاعنا عادي خالص، انا ببص مثلا اكس واي زد، اكس واي زد ده الاوردر دبير بتاعي، فبعبر عنه بيزس. بيقول لي ان في، اي في موجوده في الدنيا، تمام، عباره عن في في الاي اكس، زائد في في الاي واي، زائد في في الاي زد، تمام. فده كده، ده كده البيزس بتاعي. اشيل في واحط اي حاجه يطلع لي الفيكتور الجديد. والدايمنشن بتاعي عددهم او حجم الاوردر دبير ده، اللي هو ده مثلا ده بيساوي 3، فانا كده السيريز بتاعي 3. معايا الحاجتين دول، انا عبرت عن الفيكتور بتاعي. طيب نروح لحاجه ثانيه، بولر مثلا، البولر فورم اللي هي عامله كده، ومثلا عامله كده في 2 دي، وعندي مثلا ثيتا، او خليها ثيتا عشان مثلا ابقى ماشي مع الناس، تمام، وار. لما باجي اعبر عنها، الفيكتور بيساوي الفيكتور نفسه في الاي ار زائد الفيكتور في الاي في الاي ثيتا. فانا كده معايا البيزز بتاعي ومعايا دايمنشن، معايا البيزز ودايمنشن طول ما انا بتحرك. طيب انا لو لاحظتوا في نقطة تالتة مهمة معلش، عشان ابدأ اعبر عن الفيكتور سبيس بتاعتي، تمام، وتكون شايلة داتا فعلية، لازم تبقى ليها خاصية ان هي اسمها لينيري اندبندنت. تمام، لينيري اندبندنت يعني ايه؟ يعني لما احط السيستم ده بشكل ماتريكس او غيره، تمام، يبقى كل دايمنشن من دول، تمام، معتمد على واقف بذاته، مش عباره عن كومبوزيشن من دايمنشن ثانيه، تمام. فعشان يحقق دي، تمام، يعني انا مثلا اقول لكم على حاجه. لو انا عندي في يعني مش بتكلم على السبيس، انا بتكلم على اي فيكتور في الدنيا، تمام، فيكتور عامل كده، تمام، وفيكتور عامل كده، تمام، وفيكتور ثالث برضه هعبر عنه كده، تمام، عامل كده. مين في دول لينير اندبندنت ومين في دول مش لينير اندبندنت؟ تمام، اللينير اندبندنت اللي هو مش كومبوزيشن من حاجه ثانيه. فالاثنين الاسود دول لينير اندبندنت. لكن ده لينير اندبندنت على الثاني، هو سكيلنج للاولاني، يعني هو انا بسكيل الاولاني دي، فده خلى ان هو ده ديبندنت عليه لينيري، فهو عباره عن تحول ليه، ان هو سكيلنج اب داون روتيشن حاجات كده يعني، تمام. فدي نقطه. نفس الكلام بيحصل للفيكتور سبيس. انا ما ينفعش اعمل فيكتور سبيس مثلا عامل كده، ليه؟ لان ده مثلا خلاص انجل زيرو، لكن ده اللي هو هذا الاكسس في الفعل، تمام، محمد. هو في صوت؟ شكل النت فصل عنده. حصل خير، مفيش مشكلة. بسيط. انا وقعت فين؟ هو انت كنت في لينيرلي اندبندنت، يعني شرحت المثال وخلاص كده، بس معرفش انت كملت بعد كده ولا لا. لا انا ما رحتش حته بعيده. كويس. هو بس في حاجه، بس معلش خليك عند واقف عند بيزس ودايمنشن. ماشي. هو انت البيزس دي تقصد بيها الرول نفسها اللي هي الفي ايكوال في اي اوف اكس كده، ولا تقصد بيها البيزس دي الرول اللي بتحكم الفيكتور زيرو بتاعي؟ تمام. والدايمنشن لازم يبقى موجود، اللي هو الثلاثه. ما 3 او 2 او 10 او 5 اي حاجة. اوكي.
تمام. فدي دي الفكره. طيب انا بقول بس في الاول ان هو انا لازم تكون الفيكتورز المعبره عن الفيكتورز بيس ده تمام لازم تكون لينير اندبندنت تمام، يعني مش معتمد على بعض، مش روتيشن لبعض، ما ينفعش افكها لبعض. فما ينفعش يكون عندي مثلا يعني وانا بحل معادلات او كده تمام دايما لما بحل اي سيستم بشيل الفيكتورز اللينير اندبندنت على بعض بخلي واحد بس، لان هو هما نفس الحل يعني فبيبهدلوا الدنيا. فمثلا انا عندي فيكتور ونفس الفيكتور مضروب في 5 هو حرفيا نفس الفيكتور، فهو لينير ديبندنت عليه، يعني لو عملت لينير اوبريشن عليه جمع ضرب الكلام ده تمام تحوله للفيكتور الثاني، فده معناه ان هو نفس الفيكتور، فده معناه ان لما اجي احل او اعمل حاجه هيبقى نفس الكلام تمام. فبتيجي نفس المشكله وانا ببني السبيس بتاعي تمام، ان انا مثلا لو عملت كده يعني خليني حتى مثلا لو انا فرضت من عندي يعني انا هعمل سبيس جديد يو في تمام، واليو في دول مش اورثوجونال على بعض زي بينهم مش 90 تمام. فده معناه ان الفي دي اصلا متكونه من اثنين فيكتورز ثانيين او من اثنين دايمنشنز ثانيين، واحد هيتفك كده بالكوساين تمام، والتاني هيتفك مع اليو هيغير قيمته تمام بالساين. فده معناه ان اليو والفي مع بعض مش بيعبروا عن فيكتور سبيس تمام، لان هتلاقي الاوبريشنز الثانيه مش بتشتغل عليهم. ده مش موضوعنا يعني، بس انا بقول لكم الفكره. فليه احنا رحنا لفكره ان هم اورثو نورمال، يعني ليه الشغل بتاعنا بيتجه لهذه الفكره الظريفه يعني تمام. طيب فدي كانت الموضوع بتاعنا يعني. طيب دي نقطه، احنا وصلنا لنقطه مهمه جدا ان هو الداتا بتاعتنا تمام او سوري السبيس اللي انا هعبر عنه عن السيجنالز بتاعتي لازم يكون اورثو نورمال. طيب انا دلوقتي عايز اختار انهي سبيس، يعني انا عادي ممكن احط السبيس بتاعي او السيجنالز بتاعتي تمام احطها في شكل مثلا اقليدين سبيس بوينتس اوف فيكتور عاديه، احطهم جنب بعض، احطهم تحت بعض، ايه الشكل الافيشنت واللي ممكن الاقي رول تحول كل السيجنالز ليه؟ ده كان السؤال اللي ساله الاستاذ فورير من حوالي 400 سنه تمام، هو بيدرس الهيت ترانسفير لما كان بيدرس يعني المعادله بتاعت الهيت ترانسفير وكده، وقال لك انا عايز اخلي الحاجات دي كلها على شكل تمام. فاكتشفنا تمام برضو من حركه البندول وهذه الاشياء الجميله كلها تمام انه الساين ويف تمام دي مونوتونس، يعني ذات فريكونسي وحيده تمام. وهو اثبت فيما بعد، ممكن حتى نبقى نيجي لهذا البروف مع الوقت يعني تمام، انه اي سيجنال في الدنيا تمام بيريودك تمام ممكن تتفك لمجموعه من الساينات والكوساينات تمام، اللي هي الساينوسايد تمام، يعني ساينوسايد لان الساين والكوساين هم نفس الحجم مع شفت 90 يعني تمام. فهو اثبت الفكره دي وقال لك انا بالنسبه لي اي سيجنال في الدنيا ممكن افكها ساين دو كوساين تمام. وهنيجي لما نتكلم عن فورير سيريز وترانسفورم هنتكلم عن الفكه دي بتحصل ليه وازاي والكلام ده. طيب دلوقتي ناقصنا حاجه واحده، انا لقيت القاعده اللي بتقول لي فيكتور سبيس اللي بعبر عنها الداتا بتاعتي، فدي واحد تمام، انا معايا الرول تمام ومعايا السبيس اللي هو الساين والكوساين تمام، او معايا الايه يعني معايا برضه ممكن نقول البيزس اللي هو الساين والكوساين ومعايا الدايمنشن بتاعتي ان هم اثنين يعني. طيب ناقصني معلومه مهمه جدا تمام عشان اصلا اعرف العب بقى في كل ده تمام، هل هم اصلا اورثوجونال؟ يعني هل الساين والكوساين مع بعض وهم عايشين سوا كده هل هم فعلا اورثو نورمال واعرف اشتغل عليهم واحط هذا يعني اعمل هذا الاعتبار ولا ما اعرفش تمام؟ فده هو موضوع الحلقه بتاعتنا دلوقتي تمام. وده كان في بروف كده برضو كان الدكتور اتكلم فيه، انا همشي معاكم فيه واحده واحده تمام. وهنتكلم فيه ثانيه بس كده انا اتاكد من حاجه تمام. اوكي حلو جدا ماشي. طيب يا جماعه خلينا متفقين على كام نقطه الاول عشان نعرف نتحرك لقدام تمام. ان انا لما جيت رسمت الكوساين بتاعتي اللي هي الساينوسايد دي تمام، فهي دايما ليها بريد معينه تي تمام، وليها طبعا فريكونسي اللي هي الانفرس بتاعها تمام. فانا عندي
الفيديو بتاعتي مثلا هي ايكوال 1 على اف اللي هي التي بتاعتي تمام، والفريكوانسي دي هي ايه الاف نوت. حلو كده. طيب وهي السيجنال بتاعتي كوساين تمام، هتبقى مثلا كوساين تمام اوميجا نوت تي تمام، وبتتكرر تمام ببريد معينه او كذا تكرار منها. يعني انا عندي الكوساينايه الواحده لو انا يعني قلتها كده تبقى عامله كده، لو كررتها 10 مرات هتبقى عامله كده كده كده، فيبقى الشكل بتاع كوساين ان اوميجا نوت تي تمام، والاوميجا دي الانجل بتاعتها تمام. وده هيودينا لنقطه ثانيه مهمه دلوقتي تمام. انا لو جيت عبرت عنها كده، يعني انا برضو عايز نتخيل مع بعض الموضوع، هل يعني الشكل ده اللي قدامنا حاليا ده اصلا فيكتور؟ يعني هو مجموعه من الداتا وكل حاجه طبعا، نقط معينه ماشيه في اتجاه معين وكل حاجه، يعني هي مجموعه نقط من الداتا ده حقيقي، ليها بدايه ونهايه ده حقيقي، ليها ماجنتيود يعني، وماشيه في اتجاه معين في الاكس راح شمال او يمين، كلام محترم خالص. بس هل ده انا عارف اعبر عنه بفيكتور بالطريقه بتاعتي لو انا احط له بيزز وهذا الكلام؟ مش عارف، فببدا احوله لشكل تاني هنجيله مع الوقت تمام. طيب دي نقطه. طيب انا عايز اثبت بعد كده تمام انه ال الكوساين دي تمام لما اجي اشتغل عليها تمام. يعني انا لو عندي فيكتور مثلا بهذا الشكل اي حاجه تمام، ممكن ابروجكته على كوساين، يعني اوقع الاوبجكت ده تمام على كوساين ويبقى ليه فاليو على الكوساين دي وهي بتتحرك. الفيكتور ده مثلا ليه قيمه هنا، ليه قيمه هنا، ليه قيمه هنا، وتبقى دي اللي فيزيو بتاعته تمام. وهنشوف ده في الاخر بيتحول ازاي للشكل اللي احنا عارفينه بتاع ال بتاع ده الداتا يعني تمام، اللي هو الشكل السبيس بتاعه تمام. طيب بنبدا ازاي؟ انا ببدا اهو تمام، بعمل انتجرال عايز اجيب كل القيم اللي على الكوساين ده تمام على اثنين كوساين زي موجودين معايا، سيجنال كوساين انا عارفها تمام حطيتها البيز بتاعتي، وسيجنال ثانيه كوساين ثانيه عايز اسقطها عليها تمام. يعني انا عايز معايا سيجنال خلاص انا افترضت ده فرض، احنا كل ده بنفرض لحد ما نثبت ان ده حقيقي يعني تمام، ان انا معايا السيجنال بتاعتي الكوساين دي تمام، وفرضت ان هي مثلا عامله كده ان دي الاكس اكسس بتاعتي تمام، وقلت خلاص انا معايا سيجنال ثانيه كوساين، وانا عارف ان الكوساين الثانيه ايا كان شكلها برضه فيكتور، احنا بنفرض ده من عندنا يعني تمام، ومثلا هذا الفيكتور الثاني عامل كده تمام. انا لو قدرت اثبت ان اي سيجنال ثانيه كوساين تمام، لان انا قلت ان كل السيجنالز ممكن تتفك الكوساينات تمام، لو قدرت اثبت ان السيجنال دي ممكن اسقطها اعمل لها بروجكشن، يعني اعمل لها اللي هو البروجكشن بتاعها كل نقطه هنا يبقى ليها قيمه هنا تمام، يبقى انا اثبت ان ممكن الكوساين تبقى اكسس، تبقى اكسس من الاكسسيز او من البيز بتاعه الفيكتور سيز بتاعي تمام. فهنعمل ده ازاي؟ انت لما تيجي تعمل ال يعني في الكارتيزيان او كده المعادله بتاعت البروجكشن تمام، هي بتبقى ان انا بضرب بتاع ده كان الاي والبي اللي هما الاثنين فيكتورز في مقسمين على النورمال بتاعهم يعني تمام. لما اجي اشتغل كونتينوس تمام، فبيبقى انتجرال على البيريود بتاعتي اللي هي من تي نود على 2 لتي نود على 2 السالب، يعني من سالب تي نود على 2 لتي نود على 2 تمام، وبيكون عندي السيجنال الاولانيه بتاعتي اللي هي الاصل اللي هي مثلا كوساين ان اوميجا نوت تي تمام، وعندي السيجنال اللي انا عايز اسقطها عليها تمام. وعايز بس اتاكد لحد دلوقتي انتوا يعني واضح لكم الموضوع ولا انا سرحت في حته لوحدي؟ هو بس عندي حاجه، هو هي ليه تي نود على 2؟ ليه تي نود على 2؟ عشان انا دلوقتي السيجنال بتاعتي تمام على بريد عامله كده تمام فدي كلها تي نود اوكي، فدي تي نود على 2 اوكي تمام ماشي. انا بعمل الحركه دي بس لسبب بسيط تمام، انه الكوساين تمام لما باجي اعملها انتجرال لوحدها كده بتبقى بزيرو عشان هي تحت زي فوق اوكي، فبس بقسمها عشان يبقى شكلها في الاخر عامل حاجه زي كده، يعني هي تبقى عامله كده فاهم قصدي، فيبقى ده تي نود على 2 وده تي نود على 2 والاثنين فوق يطلعوا لي اريا تمام تمام. لان انا لو عملتها من هنا من زيرو لتي نود تمام، هيبقى اللي فوق قد اللي تحت هيكنسلوا بعض طلع الاريا بزيرو، يبقى انا ما بعملش حاجه اصلا تمام. وانا كده مشكلتي ان انا عايزها تبقى في فيكتور سبيس صح، بس انا بحاول احط يعني تمام. انا دلوقتي قلت ان انا معايا فيكتور سبيس، الفيكتور سبيس بتاعي يا جماعه هو ساين وكوساين، انا فرضت من عندي كده ان انا
او انا مش يعني اول في اثبات اولاني ان اي سيجنال ممكن تتفك ساين وكوساين تمام. بس انا عشان اعبر عن الداتا احنا قلنا لازم يكون الفيكتور سيز بتاعنا اورثو نورمال عشان يبقى داتا عليه لينير اندبندنت وكل هذه كل هذا الكلام الجميل يعني. فانا دلوقتي في مرحله اني بثبت ان الساين وكوساين تمام الاثنين اورثو نورمال تمام. فانا اقدر افك لهم كل الداتا تمام يعني اي سيجنال فيها داتا في الدنيا ممكن افكها ليهم، وكمان ان هم متعامدين على بعض تمام. فاقدر فعلا اعبر عن الداتا بتاعتهم كفيكتورز واقدر اعمل عليها اوبريشن للفيكتورز بتاعتهم. اوكي تمام. طيب ده طبعا. كلام في منتهى الاحترام. معلش يا رشاد كنت بص في حاجه بس الجزء اللي في الانتجرال ده انت وصلت له ازاي؟ الجزء بتاع الانتجرال تمام انا عندي فيكتور اولاني تمام يعني خليني برضو ايه نعلم الحاجات تمام. انا عندي ده اللي هو الكوساين ان بتاعي كوساين ان اوميجا تي مش عارف ايه تمام، وده كوساين ام اوميجا تي مش عارف ايه تمام. وانا افترضت ان الكوساين ان ده تمام ده البيز بتاعي ده اللي هو اكس اكسس بتاعي تمام. فرحت حطيته وعايز اثبت ان انا ممكن اخد اي فيكتور تاني كوساين ام مش عارف ايه اي حاجه تمام واقدر اسقطه عليه كله. اوكي اعمله بروجكشن يعني كل قيمه هنا يبقى ليها قيمه هنا. تمام طيب ده كلام حلو جدا وهيطلع نتيجه هتعجبنا كلنا يعني تمام. طيب لما نيجي نفك ده تمام ونعمل الانتجرال احنا مش هنقعد يعني نخش بقى في تفاصيل هنحل التكامل ازاي مش دي القضيه خالص تمام، لكن في الاخر خالص تمام يعني في نهايه الامر تمام هيبقى شكله عامل كده تمام. برضو من سالب تي نود على 2 تي نود على 2 تمام كوساين ان زائد ام اوميجا نود تي زائد ساين ان ناقص ام اوميجا نود تي اللي هو انا بالقاعده بتاعت التريجنومتري بتاعت تاني اعدادي دي فكيته بس يعني لو هما اتنين كوساين مضربين في بعض فيبقى كوساين المجموع زائد كوساين الايه الطرح بتاعه تمام. فيها مشكله دي؟ تمام حلو قوي. طيب انا دلوقتي عايز احل ده تمام كل ده طبعا دي تي عايز احل ده واطلع قيمه الايه النهائيه بتاعته. ده اتحل ازاي؟ اتحل بالسبستيوشن. اتحل بالسبستيوشن تمام. فهعوض عن الاوميجا نوت تي تمام بيو تمام واعمل عشان اجيب الدي يو الدرايف ده يعني تمام. فيبقى الدي يو بتاعي بيساوي ال بتاع ده اوميجا دي تي تمام. والتي يعني انا هفرض طبعا ان انا هنا البي بتاعتي تي نود على 2 تمام. فهقول ات تمام التي بتساوي تي نود على 2 تمام. اليو هتطلع بباي تمام اليو بتاعتي تمام. يعني ليه؟ عشان انا عندي هنا الاوميجا نوت تي بتساوي 2 باي اف نوت تي تمام بتساوي يو تمام. فانا عندي هيبقى هنا 2 باي اسمه ايه ده؟ الاف اهي زي ما هي تمام. والتي واحد على اف اصلا من اللي احنا استنيناه فوق تمام. وهي هنا التي تي نود على 2 فهتبقى واحد على 2 اف فدي هتشيل دي ودي هتشيل دي ايكوال يو فهتبقى اليو ايكوال باي. طيب ده كلام حلو جدا. ده معناه ان انا ممكن احول دي كلها الاوميجا نوت تي تمام احولها لباي. تمام معناه ان الوقت بتاعنا اللي هو التي نود على 2 او تي بتاعتنا تمام هتتحول هتبقى من باي لنيجاتيف باي تمام. والكوساين بتاعنا هيبقى ايه؟ اوكي تمام هيبقى كوساين ان يو اللي هو اليو اللي احنا عوضنا بيها فوق تمام كوساين الام في اليو اللي احنا برضه عوضنا بيها فوق دي يو تمام. الدي يو طبعا على 2 باي اف تمام لان احنا هنا لما جينا استنتجنا دي تمام كانت الديو هي خلينا بس احط عليها كده احمر ولا حاجه اهي تمام. الديو كانت الدي تي مضروبه في ال 2 باي اس فده معناه ان لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى الديو هتبقى ديو على 2 باي اف نوت تبقى موجوده يعني تمام. هنطلعها بره كل ده كونستنت تمام. خلينا نكتبها حتى بالاحمر 2 باي اف نوت مش عايزينها في حاجه. والتكامل بتاعنا من باي من سالب باي لباي تمام
و دي زيرو. ولو ال n بتساوي ال m هتبقى القيمه دي زيرو تي نود على 2. طيب ده معنى ايه؟ تمام، ان انا لو عندي ال n وال m زي بعض، تمام، يعني انا لو عندي ال n يعني خلينا حتى ارسمها عشان نبقى متخيلين الموضوع. تمام، مثلا بده، تمام، ال n وال m دول ايه؟ عدد البيريود اللي موجودين 10 12 5 اي حاجه. فانا لو عندي ال n وال m زي بعض، يعني انا عندي السيجنال الاولانيه بتاعتي اللي هي دي مثلا كده، دي مثلا ادي 2 بيريود، تمام، والسيجنال الثانيه اختها، تمام، 2 زيهم، يعني هي دي ساين بس مش مهم يعني، تمام، 2 زيها، فالناتج هيطلع ايه لما يتعملوا مع بعض؟ لما اجي اطلع ده، تمام، اطلع الناتج ده واخده من باي لسالب باي واطرحهم من بعض هيطلع زيرو، هيطلع مفيش حاجه اصلا، تمام. لكن لما يبقى هما مش زي بعض، تمام، يعني مثلا هو الصوت راح ولا؟ الصوت راح. او الان بس كان عندي سؤالين فيها. اسال يا باشا، اسال. تمام، كنت عايز افهم بس الام والان بيربريزنتوا ايه بالتحديد؟ هل بيربريزنتوا انهم فريكوانسيز مختلفه ولا ليهم معنى مختلف؟ لانك انت قلت انه عدد البيريودز. هي الان والان دي عدد البيريودز اللي موجوده، تمام، لان الفريكوانسي واحده. هيكون الباز واحد بس. بس كده لما تضرب في 2 اوميجا كانك بتغير بتضاعف الفريكوانسي، كبر الفريكوينسي بالضبط، بيكون من مضاعفاتها. يس، فبيصير في نفس البيريود بتتكرر عدد مرات اكثر او حاجه زي كده، صح؟ حاجه زي كده فعلا. تمام، والسؤال الثاني انا كنت يعني اللي فهمته انه الطريقه لو هنعكسها على نفس طريقه الكارتيزيان بتاعت الاي اكس في الفيكتور، فهي نفس الحكايه لما نضرب الكوزاين دي في نفسها في الاي اكس هيطلع لك الكومبوننت اللي ماشي في الـ AX مثلا. بالظبط بالظبط، دي المعنى اللي بتاعها، صح؟ ايوه، يعني انا اقول لك على حاجه عشان اوضح لك الحته دي، تمام، وارجع لكم بس الحته اللي ممكن اكون وقعت فيها، تمام، عشان دي اوضح دي، كويس انك قلت الجزئيه اللطيفه دي خالص، تمام. انا دلوقتي لما بقول، تمام، 3x زائد مثلا 5y، يعني ايه 3x ويعني ايه 5y؟ تمام، انا لما جيت قلت كده يا جماعه انا عندي نورمال فيكتور، تمام، النورمال بتاعي واحد، تمام، فده اي حاجه كده دي واحد اكس، واي حاجه هنا، تمام، دي واحد واي، وعندي فيكتور لطيف كده اي حاجه بتاعنا عامل كده بانجل معينه او ايا كان، تمام. الفيكتور ده ماشي قد ايه في الاكس وماشي قد ايه في الواي، تمام، ده الاسقاط بتاعه، يعني ده الاسقاط بتاعه الاكس وده الاسقاط بتاعه الواي. فقلت ده هنا مثلا ماشي 5 اكس 3 اكس وهنا ماشي 2 واي. يعني ايه بقى الفكره دي؟ ده معناه ان انت ماشي ضعف ال n بتاعتك او اللي هي الحجم بتاع الفيكتور الاساسي 3 مرات، تمام. وعلى فكره حجم الفيكتور الاساسي ده ممكن يبقى في الحقيقه مثلا 8، تمام، بس انا خدت ال 8 دي وقلت ان هي دي ال 8 دي الواحد بتاعي اللي هي الاساس بتاعي يعني، فخلاص ده بقى 3 اضعافه وده 5 اضعاف عادي خالص، تمام. دي الفكره بس اللي كنت عايز اوضحها. طيب ده بينطبق هنا ازاي؟ تمام، من التكامل الظريف اللي عملناه فوق، تمام، ان احنا لما جينا عملنا هنا التكامل بتاعنا قلنا ان هي لو الان مش بتساوي لو الان مش بتساوي الام هيبقى بزيرو، ولو الان بتساوي الام هتبقى بتي نود على تي، تمام. ففي الحاله دي هيبقى في اسقاط موجود معين، وفي الحاله دي لو الان والام بيساوي بعض مش هيبقى في اسقاط موجود يعني، تمام. بس دي الفكره كلها. فانا هو بس هنا اتفضلي. هو ان الان والام انتوا لسه قايلين، انا يعني معلش كان في حاجه، فهو الاثنين دول البيريودز النمبر اوف بيريودز انتوا قلتوا كده ولا ايه؟ لكل سيجنال منهم، لكل يعني الفيكتور بتاعي انت قلت 3 اكس او 2 واي وات ايفر، يعني كاني بشوف
بيريبريزنت قد ايه من الفيكتور ده، صح؟ بالظبط بالظبط. يعني اللي في الاكس بيريبريزنت قد ايه من الفيكتور، واللي في الواي بيريبريزنت قد ايه من الفيكتور، بحيث ان هو يعمل لي يبقى ده النهايه بتاعتي. ده حقيقي. الدايمنشن يبقى ده الدايمنشن بتاعي في الاخر. بالظبط. تمام. فانا هنا لحد دلوقتي انا شغال على دايمنشن واحد، تمام، ومعايا فيكتور بيسرح في السماء عامل كده، وبسقطه على فيكتور واحد او على دايمنشن واحد، لسه ما اتكلمناش عن التاني. واضحه كده؟ ممتاز. معلش يا رشاد، في اطلع فوق كده. قول لي يا باشا. ان بيكوال ام. اها. لما انت بتقول انها بتيكوال تي نود على 2، دي معناها ايه بس؟ ما دي معناها ايه؟ التي نود على 2 ده نص البريود، يعني انت البريود بتاعتك تي نود، تمام؟ فهو لما في فرق، يعني لما يبقوا قد بعض او كده، تمام؟ الفرق اللي موجود، يعني لما يبقوا ال سيجنال ان والام زي بعض، التكامل اللي بيطلع في الاخر بيبقى تي نود على 2، اللي هو القيمه اللي بتطلع نص بريود فاضل. تمام. ليه؟ لان هو اللي بيحصل لو اللي هو ال ان والام مش بتاع ده سريع قد بعض، تمام، وانت تيجي تحسب هنا التكامل ده بيطلع بزيرو. اوكي تمام. تمام. بس دي الفكره. وبرده الفيزيكال مينينج بتاعها، تمام، كون ان انت التكامل هنا طلع بزيرو معناه ان القيمه اللي هنا دي كده كلها، تمام، ليها ريبريزنتيشن على الفيكتور اللي هي مسقطه عليه يعني، تمام، لكن الفيكتور على نفسه هيطلع بقيمه سكيلر فيزيكال ليها معنى، يعني فاهم قصدي؟ يعني هو الاكس على اكس، فطلع لك هي طلع قيمه الاكس اللي هي تي على 2. احنا متفقين ان ده النورمال بتاعنا، تمام، النورمال بتاعنا نص البريو بتاعتنا. هوضحها لك تاني عشان انا بس حاسس ان انتوا ممكن تكونوا اتلخبطتوا فيها، او انا قلتها بطريقه داخله في بعض يعني، تمام. انا دلوقتي لما بيبقى عندي، برضه نرجع للمثال اللي احنا كلنا عارفينه، تمام، عندي اكس واي، تمام، اهو اكس واي بتوعنا، اكس النورمال بتاعتنا والواي الواي نورمال والاكس ايه النورمال، تمام. لو انا جبت اكس نورمال اللي هي النورمال عاديه، تمام، واسقطها على الاكس، ايه اللي هيطلع؟ يا شباب لحظة، قصدك ايه بالاكس ال يعني انا دلوقتي جبت الفيكتور الزد بتاعي، تمام، وقلت ان عندي اكس واي، دول النورمال، دول اللي هم قيمتهم واحد، تمام، تمام، وجبت اكس ثانية، تمام، قيمتها عاملة كده مثلا واحد برضه، فاسقاط الاكس اللي هي واحد على نفسها هتعطي المفروض واحد تقريبا، او قصدك واحد، هتدي واحد. واحد ده هو عبارة عن ايه؟ في هنا في الحالة بتاعتنا ده اصلا قيمة النورمال فيكتور اللي هو اليونت فيكتور نفسه. ايوه اليونت فيكتور. اليونت فيكتور، تمام. هنا اليونت فيكتور بتاعنا اصلا تي نود على 2. ايوه فهمتك، انه ده اليونت بتاع الكوزاين تي نود على 2. بالظبط. فانا لما جيت اسقطت الكوساين على نفسها طلعت تي، يعني طلعت تي نود على 2 اللي هي عشان قيمه الفيكتور بتاعها اصلا، عشان الاثنين نفس الطول اللي هو الان بيساوي الام، الاثنين كانوا نفس الطول مثلا في الاكس. بالظبط بالظبط. اوكي. امال ايه اللي بزيرو؟ اللي بزيرو لو مختلفين. اوكي. بس هي ممكن لو هما مش مختلفين هيبقى بواحد، ولو هما مختلفين يبقى بزيرو. هو هنا بقى مش بواحد، هو هنا بتنود على 2. انا بقول واحد دي على كارتيزيان يعني. ماشي اوكي. تمام. دي الفكره. وانا عارف ان الموضوع ممكن يبدو ان هو كاونتر انتويتيف شويه، تمام، بس دي الفكره الفعليه يعني، تمام، ان هو ممكن يعني هو لو ليهم قيمه على بعض بتبقى ب يعني لو في اسقاط بتبقى بزيرو مش باتنين يعني. تمام. طيب نيجي بقى هنا لحاجه ظريفه جدا. تمام. انا دلوقتي اثبت، تمام، انا عايز بس ايه اعمل حركه حلوه كده، تمام، عشان اوريكم العكس بتاعها. تمام. احنا دلوقتي جينا قلنا يا جماعه عندي الفيكتور بتاعي كوساين اهو، هنفترض ان دي كوساين يعني، تمام،
هنقول ازاي هي جت بالشكل ده، تمام؟ والحاجات خلاص اي فيكتورز بتسرح في السماء، تمام، بتسقط عليها بقاعده معينه بتقول ان هو لو حصل ان ال n وال m بيساوي بعض، تمام، ده هيبقى زيرو، ولو ال n وال m ده هيبقى اختيارين على 2، لو ال n وال m مش بيساوي بعض ده بيساوي زيرو. كلام جميل جدا. تمام. طيب انا لو اثبت، تمام، ان في حاجه تاني بعمل عليها نفس الاسقاط وبتديني نفس النتيجه، تمام، ده معناه ان انا يعني لو في فيكتور تاني بعمل عليه اسقاط لنفس السيجنال يديني نفس النتيجه، ده معناه ان انا لو ضربت الفيكتور ده في الكوساين هيدو زيرو، ده معناه الانجل منه 90. حلو كده؟ فمعناه ان هما نورمال يعني. لما نساوي زيرو معناه منهم نورمال على بعض، صح؟ بالظبط. طيب هنوضح ده ازاي؟ لو انت جيت خدت سيجنال، خدت بقى من عندك كده بيزيس جديد تاني، تمام، البيزيس بتاعنا ده، خليني بس اكتب بالاسود بس ده تمام. بس معلش انا كده يعني اللي فهمته كده انه ده هنا هيكون نقطة الاختلاف بين الفيكتور الكارتيزيان الاكس والواي والزد وبين الكوزاين. الكوزاين في الكوزاين يا يكون معاها موازي ليها او معاها في نفس الاتجاه او بيكون متعامد عليها، ما فيش حالة تانية، يا يكون متعامد او يكون في نفس الاتجاه. ايوه ما فيش اي حاجة بينهم اصلا. بالضبط. تمام. فاحنا عندنا القاعدة، انا بس كتبتها غلط، مش هكتبها تاني. في حالة الكوساين، تمام، بيكون عندي لو ال n بتساوي ال m ده بزيرو، ولو ال m مش بتساوي ال n، تمام، ده بيكون ده بتنود على 2 وده بزيرو. تمام. دي الكيس اللي معانا. انا بس بتأكد ان انا مش كاتب اي معادلة غلط عشان ما نلخبطش بعض. حلو قوي. طيب انا محتاج الاقي حاجه تانية، تمام، بتعمل نفس الحركه بالظبط وتطلع نفس النتيجه، فلما احطهم جنب بعض يطلع الانتجرال بتاعهم البروجكشن بتاعهم على بعض بزيرو، تمام، فده معناه ان هما الاثنين اورثو نورمال، تمام، لكل القيم. يعني انا اي قيمه تتحط عليهم هما الاثنين مختلفه او مش مختلفه هتطلع بزيرو، فده معناه ان هما الاثنين اورثونول. طيب يعني ام نوت ايكوال ان، ده معناه اورثونول نورمال؟ لا، انا بتكلم في كيس، انا هنا دي كيس اللي موجوده، انا بقول لو الام والان نفس الحجم هيطلع حجم البريود اللي بينهم اللي هو اليونت فيكتور على نفسه، تمام، مش قد بعض هيطلع زيرو اللي هو البروجكشن بتاعهم على بعض. اوكي، تمام. فانا الناس اختارت الساين كبديل تاني، تمام، والساين التكامل بتاعه يعني من حظنا برضه من 200 ود على 2، مثال 200 ود على 2، 200 ود على 2 بالظريفه بتاعتنا ان الزيرو وال 200 ود على 2، تمام، دي لما تكون ال n مش بتساوي ال m، دي لما تكون ال n بتساوي ال m، تمام، بنفس الطريقه ان هو نفس التكامل هتحل وتعوض مش عارف ايه، يطلع لك نفس النتيجه بالظبط. طيب فده بيؤدي لحاجه ظريفه جدا، ان انا لو عملت تكامل بتاع الساين اي حاجه، تمام، ان ام ايا كان، ان مثلا اوميجا نوتي في كوساين ان ام بقى اوميجا نوتي دي تي، دايما وابدا هيطلع بزيرو، يعني دايما ده كده زيرو فور اني N أو M، تمام، دي كده معناها إن الاتنين دول كده بالظبط. فأنا أثبتت إن هما كده نورمال، سوري، أثبتت إن هما أورثوجونال، تمام، وأثبتت إن هما ليهم نورماليتي اللي هو البريود بتاعتهم اللي هي تينود على تي، تمام. فبقى عندي ال دي كده بتعبر عن اللي هو واحد، ودي بتعبر عن واحد اللي هي تينود على اتنين، تمام، وببدأ أشتغل عليهم. طيب هما بالشكل ده
تمام. ده كلام محترم جدا، انا اثبتت ان هم بالشكل ده، بس ما زال هذا الشكل ممكن الدماغ ما تجيبوش يعني. تمام، هو الانتجريشن هنا مش بحدده صح؟ لا، هو هنا هو بتحدد برضو يعني، هو هنا برضو تي نود على 2 وتي نود على 2، هو سالب وموجب عادي خالص. اوكي تمام. هو دايما عشان يطلع قيمه لازم يكون موجب يعني، يكون ليه ابتدى حدود يعني. تمام طيب. فاحنا كده من هنا تمام قلنا ان انا عندي عدد اسمه ايه ده، عندي الكسينوكس الساين اورثونورمال مع بعض، وممكن يبقوا بيزز لاي سيجنال، لان اي سيجنال بيس فورير ممكن تتفك ساين وكوساين. فالساينات والكوساينات الكتيره اللي فكيتها هاخدها وافقطها على الساين وكوساين بتاعنا تمام، ويطلع لي الناتج بتاعها. تمام، حد كده في مشكله؟ سافرت اقول تمام. حلو قوي. طيب الاثبات الفعلي بقى والماسك كتير اللي ورا الموضوع، انا بصراحه ما يعني ما قريتوش كتير، او ما يعني ما دخلتش فيه كله، عشان كده مش هعرف هتعمق معاكم فيه. تمام، حاجه اسمها وكان الدكتور قال عليها برضه، اللي هي جرام شميت بروسيس، دي الماثيماتيكال ديريفيشن الطويل المعقد المثبت ب 30 بروف، عشان الكلام اللي انا قلته فوق في دقيقتين ده. تمام، يعني ده بيحط بقى التصانيف الكبيره بتاعه الموضوع يعني. تمام، عشان لو حد عايز يبص في الموضوع يقراه يعني. طيب احنا دلوقتي خلاص عبرنا عن السيجنالز بتاعتنا، قلنا ان هي كوساين وساين واشتغلنا عليها، وده يعني كلام فيه غايه الاحترام. طيب احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نثبت بس حاجه بسيطه تمام. ان هو انا بس عايز اتاكد كده من مش عارف ايه. حلو جدا 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 تمام. عايز اثبت حاجه تانية تمام، ان هو ان الاي جي ثيتا يساوي ساين ثيتا زائد جي ساين ثيتا. تمام، ده لوحده على فكره من غير اصلا كل اللي فوق ده، اثبات ان هم اورثو نورمال. تمام، ده من غير اي حاجه يعني، من غير اصلا كل اللي انا بقالي ساعتين بقوله ده، ده اثبات ان الاثنين. خليني بس اعمل كده عشان قلبها بيقفل يرجع يقفل. اوكي 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 ماشي تمام. فده من غير حاجه اثبات وكل حاجه، بس احنا برضو عايزين ان احنا ناخده خطوه لقدام زياده يعني. تمام، ونثبت فعلا ان ده بيعبر عن الداتا بتاعتنا او عن الفريكوينسي بتاعتنا وكل هذا الايه الكلام الظريف. تمام، طيب هنعمل ده ازاي؟ تمام، احنا عشان نعبر عن اي سيجنال في كفريكوينسي يعني او كده، احنا عايزين امبليتيود وفيز. تمام، الامبليتيود بتاعها والفيز بتاعها مشفت قد ايه من عند الزيرو. يعني هي الفيز فكرته ايه برضه عشان نفتكر كده مع بعض. تمام، لو انا عندي سيجنال مثلا، فلو هي ماشيه مع الزيرو يعني ماشيه مع الفيز بتاعي ماشيه مع الاكس، بدا من عند الزيرو متحركه مع الزيرو، فده كده معناها ان الفيز بتاعها بدا من عند الزيرو عادي. طيب مشفتها مثلا 20 درجه، يعني ال 20 بتاعتها بادئه عند الزيرو، مشفتها 90، مشفتها مش عارف كام، فده معناه ان الفيز بتاعها بيتغير. تمام، وطبعا ده له ايه استخدامات اخرى مالناش دعوه بيها يعني. طيب فاحنا عايزين نثبت تمام بشكل بس سريع بسيط كده تمام، انه الصيغه دي ينفع ان هي تبقى بيزز فعلا، وان الاكسبوننشال اللي هو ده تمام بيساوي ده. يعني ده وده هما نفس الحاجه، طبعا ده كاونتر انتويتيف اكتر انا عارف تمام، بس النتيجه دي اللي هتطلع دلوقتي هي الاساس بتاع ليه فوريير ترانسفورم شغال، وليه اصلا اسمه ايه ده شغال، ليه برضو اللابلاس ترانسفورم شغال. تمام، طيب ايه اللي حصل؟ انا جيت قلت بمنتهى البساطه عندي فيكتور تمام ايه اي جي ثيتا زائد ثيتا وليه فيز تمام اوميجا نوت ايه زائد ثيتا.
تمام. والاي دي الامبليتيود يعني ان هو فيكتور مش واحد، لا ده ممكن يبقى 10 5 اي حاجه، المهم ان هو ايه ليه قيمه في في الاكس والواي تمام. وعايز افك ده بطريقه ما تديني نفس النتيجه اللي بتقول لي ان اللي برضو الساين ساين وساين ساين بيساوي بعض، ولو ضربوا في بعض يدوا زيرو، فيطلع لي فعلا ان ده برضو بيعبر عن ساين وكوساين وان هو ايكويفالنت ليهم في التعبير عن السيجنالز بتاعتي تمام. فهنفكه باويلر تمام، وكده كده اثبات ان صيغه اويلر دي صح مش موضوعنا دلوقتي، بس هي طبعا ليها اثبات يعني بالبولر فورم تمام. فهنقول ان الاي نود سوري الاي ان كوساين ان اوميجا نود زائد تي زائد ثيتا تمام. والنات يعني ده عدد الامبليتيودز بتاعت كل كوساين او كل كوسين تمام، زائد الجي اي ام ولا اي ان اي ان اي ان ساين ان اوميجا نود تي زائد فاي زائد ثيتا تمام. فده معناه تمام ان انا لو جيت يعني عملت هذا الشكل تمام وحليته مع بعض تمام، هيطلع الصيغه بتاعتي في الاخر تمام هتبقى ايه ان وساين ساين ثيتا ان انا معاكم معلش minor inconvenience طيب بس فانا لما اجي افك ده تمام، ولو حد برضه مش فاهم الحته دي يقول لي يعني مفيش مشاكل تمام. بس هي هتتفك ل اي كوساين ثيتا ان اللي هي الرقم الحالي بتاع الامبليتيود بتاعي تمام، مضروبه في كوساين الان اوميجا نود ان بتاعتي تمام. ليه؟ انا كل اللي عملته بمنتهى البساطه تمام، غير اي تعقيدات ولا اي حاجه خالص تمام، ان انا ببساطه شديده قلت ان ده تمام عباره عن ايه يعني من البروف اللي احنا عملناه قبل كده، ان الكوساين حاجتين زائد بعض او الكوساين الاولانيه مضروب في الكوساين الثاني مفيش اي حاجه. ونفس الكلام هنا، فكيت الساين برضه هتبقى اي ان كوساين ثيتا ان ساين سوري ساين ثيتا ان ساين ان اوميجا نوت تي. احنا بنبص كده دي نفس النتيجه نفس النتيجه بالظبط، هو برضو هتلاقي جانب في ساين ساين وساين كوساين تمام. فتيجي تحلهم مع بعض هيطلع الـ القيمه اللي هنا تمام، هتطلع هنا نفس الـ نفس الفاكتور تمام، ان هي لو دول قد بعض هتبقى بتيجي على 2، ولو طلعوا مش قد بعض هتطلع بزيرو، ونفس الكلام هنا. فده معناه في نهايه الامر تمام انه ال اي جي ثيتا تمام، الاي ثيتا بتساوي تمام اي كوساين ثيتا زائد جي ساين ثيتا. واضحه ولا في مشكله؟ اه بس ايه الاي من ده كله يعني؟ اه الاي دي امبليتيود، الاي دي امبليتيود يعني انا كده كده لا 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 ما اقصدش، انا اقصد ايه الايم يعني ايه الهدف من ده يعني؟ انا ده بعمله عشان الايم من هنا باستخدام الاويلر ولا ايه؟ لا 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 هو هنا اللي انا عايز اوصل له حاجه تمام، او حاجتين بمعنى اصح. الحاجه الاولانيه اثبت ان الاكسبوننشال اللي هو ده مساوي للساين والكوساين تمام، يعني الاكسبوننشال كفكره تمام هو تفريع من الساين والكوساين، او بيدي بعد جديد للسيستم بتاعي او السيجنال بتاعتي. والجزء الثاني ان انا احول الساين والكوساين بتوعي الشكل بتاعنا، يعني انا بثبت زياده تمام ان هما فعلا مساويين على الجانب الاخر للاكس والواي والزد مثلا تمام تمام. وبثبت برضو زياده في التاكيد ان عندي اي حاجه مرميه كده بالشكل ده، لما احطها هنا تبقى بكوساين، ولما احطها هنا تبقى بساين تمام. اللي هو يعني بثبت ليه الاكس اكس والواي واي طيب. اصل انا ممكن اعكسها يعني، ممكن اقول ساين ثيتا زائد جي كوساين ثيتا، ايه اللي اثبت لي ان ده وبيساوي يعني ان ده ده وان ده ده؟ اوكي تمام. فاحنا لحد هذه النقطه تمام، احنا كل اللي اتكلمنا فيه هو يعني بنحاول نثبت اصلا ان احنا الحاجه بتاعتنا حاجه اساسا
تمام هذا المربع الجميل تمام عندي continuous ان continuous او discrete يعني وعندي periodic وعندي aperiodic تمام واي signals في الدنيا combinations من دول يعني ممكن طبعا هي combination من واحدة من اللي فوق مع واحدة من اللي تحت فيا اما واحد من دول يا اما واحدة من دول تمام فعندي اربع حاجات متاحة يعني طيب فمش هدخل فيهم بقى التصنيف اللي احنا قلنا اللي هو انالوج وديجيتال صح ولا لا ما احنا قلنا ان هي كونتينوس دي طيب وانا طبعا زي ما قلنا عندي السيجنالز بتاعتي بريودك وابريودك وهنشوف احنا محتاجين مين فيهم وهنشتغل عليهم ازاي تمام طيب دي نقطه النقطه الثانيه تمام احنا اتفقنا ان احنا عندنا الفوريير سيريز والترانسفورم اللي طبقنا تمام هما نفس الحاجه بس الترانسفورم ده مجرد تعميم للسيريز مش اكتر تمام يعني السيريز بتبقى على الحاجه البريودك والفوريير ترانسفورم على الحاجه الابريودك والاصل في الاشياء انها ابريود تمام يعني البريودك دي حاجه خاصه تمام فدي الكيس هنا يعني تمام طيب انا لما جيت ودي ممكن يعني نحاول كده بس حتى لو دلوقتي حالا اوريكم هي اللي بتحصل يعني تمام بس انا لو عندي التايم في التايم دومين تمام وعندي الفريكونسي دومين في الناحيه دي لو انا عندي سيجنال بريودك هنا تمام بتبقى ديسكريت هناك تمام يعني هي لو متكرره معنى صح هتتقسم تبقى بيز الناحيه الثانيه سوري ديسكريت يعني تمام والعكس طبعا لو هي ديسكريت هنا تروح الناحيه الثانيه ان احنا عندنا حاجه اسمها فوريير دواليتي او فوريير ترانسفورم دواليتي تمام فدي اللي بيحصل في الاتجاه ده بيحصل في الاتجاه المعاكس زي بالظبط تمام دي برضو كانت حاجه عامل الحاجه اللي بعدها التكمله بتاعت ده تمام ان انا عندي تقسيمه السيجنالز بتاعتي اربع حاجات تمام فهي لو بريودك وكونتينوس وانا هحاول جديا اجيب لكم مسائل على الموضوع ده او بروف عشان بس انا ممكن ما اقدرش اكتبه دلوقتي بالظبط بس هجيب لكم البروف بتاعها تمام بتتحول الناحيه الثانيه يعني برضو خليني بس اكتبها عدل لما بقى كده اهو تمام ادي التايم وادي الفريكوانسي تمام لو هي بريودك وكونتينوس هتروح الناحيه الثانيه ديسكريت ونون بريودك طيب ليه يعني خلونا ناخدها بشكل انتويتيف بعيدا عن اي حاجه تمام بس لو هي البريودك هتروح ديسكريت ليه تمام لان هو السيجنال البريودك تمام سواء بقى كان شكلها مربع مثلث ساين كوساين اي حاجه تمام ده معناه ان هي بتعبر عنها ب يعني هي بتتكرر اصلا تمام فده معناه ان هو بيتعبر عنها بسبيكترم او بفريكونسي ثابته سبيكترم فريكونسيز ما بتتغيرش تمام يعني مثلا انا عندي مربع بهذا الشكل عمال بيتكرر فده معناه اصلا ان الفريكونسيز اللي جواه كلها هي قيم محدده من الاخر يعني تمام وده اثباته ان انت ان انت تدخل السيجنال دي على فوريير ترانسفورم ولا على الناحيه الثانيه متفكك عادي خالص تمام وطبعا في اثبات ثاني اللي هو بالامبارس ريسبونس احنا ممكن نتكلم عنه ايه نتكلم عنه قدام يعني تمام فدي نقطه طيب لو انا عندي السيجنال بتاعتي ايه بريودك وكونتينوس فالطبيعي ان هي هتروح الناحيه الثانيه كونتينوس وايه بريودك تمام دي نقطه كونتينوس ايه بريودك نون بريودك كونتينوس تمام طيب ولو عندي السيجنال بتاعتي ديسكريت وبريودك تمام وعايزها الناحيه الثانيه ديسكريت وبريودك يعني التحويل بتاعي بقى ده اللي احنا يعني هنبدا نعترض فيه مع بعض يعني تمام لو هي نون بريودك تمام وديسكريت هتروح هناك الناحيه الثانيه كونتينوس وديسكريت سوري كونتينوس وبريودك تمام فهو اللي بيحصل باختصار عشان ما اقعدش اطول في كتير في ده ان الحاجه اللي بتبقى هنا بتتعكس الناحيه الثانيه وده راجع لفكره ان انا لو انا عندي فريكونسيز محدده تمام فده معناه ان التايم شغال عليها على طول
لما انا عندي تايم محدد ديسكريت بقيم، انا مثلا عندي تايم 1 تايم 2 تايم 3 تايم 4، فده معناه ان انا عندي فريكوينسز على طول الخط في الكائن دي كلها يعني. تمام. ودي زي ما قلت لكم الاداب بتاعها بطريقتين، يا اما بالكونفولوشن ان هو بياخد السيجنال الناحيه دي يعملها كونفولوشن بشكل معين ويشتغل عليها، او ان هو بياخد السيجنال بالامبالس ريسبونس، يعني يدخل السيجنال دي على سيستم معين يعمل لها امبالس ريسبونس فيطلع شكلها الناحيه الثانيه. تمام. طيب انا عشان اشتغل براكتيكالي على الكلام ده على الكمبيوتر، تمام، فانا محتاج تكون السيجنال ابريودك وكونتينوس الاثنين، سوري اللي في الحقيقه سوري اللي هي في الارض الواقع زي ما احنا اتكلمنا في الاول بتكون ابريودك وكونتينوس في نفس الوقت. تمام. لكن اللي على الكمبيوتر بتكون بريودك وديسكريت. تمام. لان انا السيجنال ابريودك اللي هي مثلا بهذا الشكل، تمام، فيها كميه داتا كبيره جدا ومش هعرف اعمل لها موديلنج الا بشكل ابروكسيميت. يعني برضو عشان ابقى صريح معاكم يعني، تمام، ابلكيشنز اللي هي مثلا سبيتش بروسيسنج والايمجز وكل الحاجات دي هي ما بتعرفش تحول الحاجه دايما لبريودك، فهي بتعمل ايه؟ بتبقى ليرنينج الجوريزم بقى او حاجه ستاتستيكال او ايا كان، طبعا بس فيها ايرور في جزء من الداتا بنضيعه عشان نعرف نتعامل مع السيجنال الابريودك اللي مش عارفين نحولها بريودك. تمام. على فرض يعني. لكن في تكنيكس ثانيه يعني جوه السبيتش بروسيسنج، تاني خطوه تقريبا او ثالث خطوه بتتعمل بعد البريبروسيسنج الاولاني ان انا اعمل دي اف تي اساسا اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، تمام، ان انا احولها فوريير ترانسفورم بشكل معين فتتحول ان هي تبقى بريودك وديسكريت في نفس الوقت. تمام. فاحنا يعني عندنا اخين من فوريير ترانسفورم، تمام، احنا عندنا فوريير ترانسفورم العادي بتاعنا وعندنا حاجه اسمها ديسكريت تايم فوريير ترانسفورم. الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم ده تمام بيشتغل ان هو ياخد التايم ديسكريت اللي هو مثلا 1 2 3 من غير اي ثواني في النص ويحوله الناحيه الثانيه للفريكوانسي عادي خالص. تمام. فده بيحول الحاجه لبريودك، تمام، بس بيوديها كونتينوس، يعني هو بيخليها كونتينوس بس بريودك. الفوريير ترانسفورم على الجانب الاخر بيشتغل مع السيجنال الكونتينوس العاديه الناحيه الثانيه ويوديها تبقى ديسكريت هناك. تمام. فده بيعمل نص عمليه وده بيعمل نص عمليه. فقلنا خلاص يا جماعه احنا هنستخدم الو. ايوه معاك. ايوه اخر حاجه سمعتوها ايه؟ ال دي تي اف اس انه بيحولها. تمام. طيب فاحنا الهدف بتاعنا ان احنا ناخد السيجنال بتاعتنا في الاتجاهين. تمام. احنا عارفين ان الفوريير ترانسفورم بتاعنا ماشي دي تي اف اس اللي هو ديسكريت تايم فوريير ترانسفورم ده احسن حاجه انا عايزها، لكن مشكلته ان هو بيطلع لي السيجنالز بتاعتي بتكون ديسكريت وبريديكال. تمام. فانا عندي الفوريير ترانسفورم العادي ده احسن حاجه في الانالوج، تمام، بيطلع لي السيجنالز بتاعتي بشكل انا عايزه. طيب انا عايز اعمل ميكس ما بين الاثنين، تمام، يطلع لي ديسكريت بلس بريوديك. ليه ديسكريت وليه بريوديك؟ انا عايز اطلعه ديسكريت الاول عشان اخد الخاصيه بتاعت ان هو قيم ثابته واعرف اقراها على الكمبيوتر، اعرف اخزنها في الميموري يعني. وبريوديك عشان ما بقاش ماشي بحجم انا ما اعرفوش، سيجنال بتتكرر، فده معناه ان انا ممكن احتفظ نسخه واحده من البريودز الكتيره دي، تمام، وتبقى دي اللي انا مخزنها في الميموري وبكررها عدد ان، فاللي انا مخزنها في الميموري ان ونسخه واحده من الداتا اجي انالايز عليها، بعمل اناليسيس مره وكوبي مثلا ان مرات، فكده خلاص انا خلصت الايه الابروكسيميشن بتاعي يعني. تمام. فدي الفكره كلها. المفروض تمام ان شكل الفوريير ترانسفورم العادي، تمام، الفوريير ترانسفورم بتاعنا، تمام، اللي هو اف كابيتال مثلا، خلينا نكتب بس بشكل صح، تمام، بتاع الاف اوف تي
تمام، وده برضو هوريك هو ازاي مرتبط بكل اللي فات ده. تمام، في ال اف اوف تي في ال اي جي اوميجا جي 2 باي اوميجا تي او جي اوميجا تي على طول دي تي. تمام، ده كلام جميل جدا. طيب انا عايز بس اوريكم الجمال والروعه بتاعه الفوريير ترانسفورم وازاي هو بيريليت لكل اللي فات ده. تمام، وازاي بيثبت ان برضو ده ارثو نورمال وكل الكلام الروش ده خالص، وازاي هو بيتقاطع مع حاجه تانية ممكن نتكلم عنها الطلعه الجايه يعني. تمام، لان دي عايزه وقت لوحدها يعني، بس بسيطه ما فيش مشكله يعني. تمام، الفكره في ايه؟ تمام، لو انتم فاكرين من الخطوه اللي فاتت ان اي اتنين سيجنالز مضروبين في بعض فده معناه ان هما بروجكشن على بعض. تمام، وانا عارف من عندي من الناحيه الثانيه تمام ان انا ال اي الاي جي اوميجا تي اللي هي الاي جي ثيتا يعني. تمام، اي جي ثيتا تمام بتساوي كوساين ثيتا زائد جي ساين ثيتا. طيب، واحنا متفقين تمام انه لكل نورمال معين او لكل يونت معينه تمام، فانا عندي كوساين ان ثيتا معينه وكوساين جي ثيتا معينه، سوري ساين جي ساين ثيتا معينه، دول اللي بيعملوا الاكس والواي بتوعي وبعمل عليهم الحاجه. تمام، وان انا لما بضرب الاثنين سيجنال دول في بعض فده معناه ان انا بعمل ايه؟ بعمل اسقاط من السيجنال الاولانيه للثانيه. تمام، فهنا بقى بيقول لك ايه؟ ببساطه شديده انا خلاص عرفت انا عندي مثلا التايم دومين بتاعه. تمام، وهنا يبدا الايه؟ الاكشن. تمام، عندي مثلا بلاش طبعا دي مش معلش يعني. معلش الانتجرال اللي انت كاتبه ده معلش عملته ازاي؟ اللي هو الاف اف تي، ايه هي الاف اف تي وليه اي اوف؟ ده فوريير ترانسفورم عادي خالص، ده الصيغه بتاعت فوريير ترانسفورم. تمام اوكي. انا بقول الاف اف تي بتريبريزنت ايش؟ بس معلش دي سيجنال في التايم. الاف اف تي العاديه المفروض دي اصلا تبقى اف اوف دبليو مثلا او اف اوف مثلا دبليو. تمام، بتساوي التكامل بتاع الاف اوف تي مضروبه في الاي جي اوميجا تي دي تي مثلا. ماضي، بس هي الفعليه ان هي انت بتدخل لها اف اوف تي يعني. فاهم؟ فهي بتبقى اف كابيتال اف اوف تي بتساوي التكامل بتاع الاف اوف تي اي جي اوميجا تي دي تي. تمام، ممتاز. تمام انا بقى يعني عايز اوريكم ازاي كل ده بيريليت ببعضه وازاي بيريليت في الديسكريت. اما احط لكم الصيغه الثانيه بتاعه الديسكريت دي تمام عشان تكتشف ان هي كلها مربطه مع بعض وكل ده شغال عادي. تمام، انا اتفقت خلاص الصيغه اللي فاتت معايا اثنين سيجنالز بضربهم في بعض واعمل انتجريشن، ده القبض بتاع الاولانيه على الثانيه. طيب انا هنا معايا بقى هنا فكره جميله خالص، انا معايا اف اف تي شكلها انا ما اعرفوش اي حاجه، ومعايا البيزز بتاعي اهو، وعايز اشوف السيجنال دي بتسقط هنا ازاي. يعني الاسقاط بتاع السيجنال دي على البيزز بتاعي، لان احنا عارفين ان الاي جي ثيتا تمام هي الكوساين ثيتا زائد الجي ساين ثيتا. تمام، فانا عايز اشوف ال دي بتسقط على دي ازاي. فده كلام ظريف هضرب يعني. انا الفكره في ايه؟ انا هنا مثلا التايم بتاعي هنا المفروض ان هو سالب انفينيتي لانفينيتي، ده حدود التكامل يعني. فانا هشوف كل نقطه في التايم بتماب لانه فريكونسي بقيمه قد ايه. تمام، فانا مثلا القيمه الاولانيه يعني مثلا خلينا ناخدها ايه واحده واحده. اف مثلا زيرو، اف زيرو بكام؟ مثلا بثلاثه وليكن يعني. تمام، فده معناه ان الثلاثه هتبقى 3 اي جي ثيتا دي تي اف تي عشان بس تبقى مظبوطه اوميجا تي تي تكامل واشتغل عليها. تمام، فطلع لي دي قيمه، طلع لي مثلا قيمه معينه ايا كان هي كام، اروح جاي هنا على الفريكونسي بتاعتي وراسم عندي الزيرو القيمه دي ب 3 في التايم مثلا، عملت لي في بتاع هنا مثلا 6. تمام، فدي 6 بعدين اف 2 بعدين اف 3 بعدين اف 4 وده كونتينوس. تمام، فده بياخد كل القيم اللي هي بقى مثلا بانفينيتي لانفينيتي بكل الحاجات اللي في النص، فيروح طالع لي شكل جميل جدا كده. تمام، عامل كده. تمام، ومثلا طالع لي مثلث حاجه عامله كده مثلا. تمام، من سالب انفينيتي لانفينيتي دي كل الفريكونسيز اللي هي ايه
اللي بتماب ليها. فده معناه ان انا بماب السيجنال في التايم كل فريكوانسي ليها فيها باور قد ايه في الفريكوانسي الفلانيه. تمام، مش الثانيه، يعني انا قلت عند الثانيه الواحده، تمام، عند الثانيه مثلا واحد، تمام، انا عندي مثلا 6 فريكوانسي، تمام، او عند اي ثانيه موجوده انا عندي كل الفريكوانسي اللي موجوده، تمام. فبقول عند الثانيه واحد الفريكوانسي دي مثلا فيها منها 6 ودي 3 ودي 1 ودي 5، وعند الثانيه 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 مثلا دي في منها 2 ودي منها 0 ودي مش عارف كام، اتمشى كده لحد الانفينيتي واروح جامعهم على بعض، هيبقى عندي قيمه 1 هي قيمه ده، قيمه 0 قيمه ده، وقيمه ده قيمه 1 هي قيمه ده وقيمه ده، واروح رسمهم جنب بعض، فيطلع لي السبيكترم بتاع السيجنال كلها اللي احنا قاعدين نرسم فيه بقى لنا ساعه ده. تمام، يقول لي اه ده عند القيمه دي المجموع الباورز بتاعه السيجنال عند كل تايم عند الفريكوانسي دي مثلا كذا وكذا 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 وكذا. واضحه؟ معلش استاذنك تاني الحته دي واحده واحده عشان دي الحته الفاندمنتال اللي برضو ربط الحاجات ببعضها. تمام، انا دلوقتي جيت، تمام، قلنا ان احنا الـ 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 اي اتنين فيكتورز اتضربوا في بعض واتعمل لهم انتجريشن، تمام، دول ايه؟ بروجيكشن بتاع بعض. فانا دلوقتي عايز ابروجيكت السيجنال اللي في التايم، تمام، اللي هي بتاعتي اللي هي عايز افكها ساينز وكوساينز، عايز انقلها افكها ايه ساينز وكوساينز، فهضربها في البيزز بتاعي اللي هو بتاع ساين وكوساين فاشوف اسقاطاتها موجوده فين. تمام، فلو انا جيت عند انستنس معينه، انستنس واحده معينه، تمام، وليكن مثلا اف 0، تمام، في اف 0 طلعت قيمه معينه وليكن 1، فيبقى عندي التكامل بتاع مثلا اف اوف 0، تمام، لما الاف يخش لها 0 يعني اللي هو 1، تمام، 1 مثلا، تمام، في الاي جي اوميجا تي دي تي اللي هو طبعا دي 1 ودي من سالب انفينيتي لانفينيتي. تمام، هاخد لقطه اولانيه هو مثلا ايه من 0 ل 1، 0 ل 1 وانا معايا القيم بتاعتهم يعني، تمام، ومعايا القيمه بتاعت عند 0 وقيمه مثلا عند اف 1 تساوي 3. فجيت عملت كده قال لي اه ده القيمه دي كلها مثلا بعد ما حسبناها مش مهم هي بكام، انا مش 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 هدفي دقه الحسابات حاليا، المهم هي مثلا ايه طلع 6، ورحت جاي اخد من 1 ل 2 وحسبتها طلع ب 3، بعدين خدت من مش عارف كام لكام طلعت مش عارف 6 تاني 2 5 وهكذا. عند كل نقطه من دول يعني عند نقطه 0 ونقطه 1 ونقطه 2 ونقطه 3 انا بحسب مجموع الفريكوانسيز اللي موجودة عند النقطة دي بكام. فهنعمل جدول كده، تمام، احنا مثلا هنفترض تمام ان احنا مثلا عندنا ايه اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5، تمام، وعندي ثانية 2 3 4 5، تمام، بهذا الايه الشكل الظريف، وانا عايز اعرف في الاخر الناتج النهائي بتاعي من الفريكونسيز كام وارسمه، فده كده اسقاط التايم على الفريكونسي. عايز اعرف كل نقطه من التايم لوحدها فيها قد ايه من كل فريكوانسي واروح جامعهم على بعض، ده الانتجرال بتاعي اصلا، يعني ده الانتجرال بتاعي حرفيا ان انا بماب دي لوحدها مره ومابهم كلهم واجمعهم على بعض. تمام، فجيت قلت عند واحد قيم بتاعت الفريكوانسي مثلا بتاعتي 1 5 1 4 6 2 مش عارف كام، بعدين هنا مثلا 3 وهطلعها معاكم مفيش مشكله، مثلا هنا 3 ومثلا دي 2 ودي 4 ودي مثلا 6 مثلا 5 مش عارف 3 1 اي حاجه، تمام، 0 0 1 2 0 تاني 3 6 8 اي حاجه يعني، تمام، 4 4 2 2 تمام. فانا معايا القيم اللطيفه دي كلها، فهقول لك اه ده انا الفريكوانسي الاولانيه عندي مجموع الباورز اللي فيها كلها كروس التايم كله بتاعي انا حسبت عليه، تمام، 1 و3 مش عارف 4 6 10 16، فده 16 وات مثلا، تمام، وبعدين الثانيه 9 12 13 15 وات، وبعدين الثالثه 7 8 وات، وبعدين اللي مش عارف ايه اللي بعدها 5 11 19 وات، وبعدين اللي بعدها 10 14 18 وات. تمام كده، ده الفريكوانسي سبيكترم بتاعي، دي المعلومات اللي موجوده في التايم ان انا عندي عند كل فريكوانسي معينه باور معينه. اجي ارسم دي كده الاقي ايه؟ الاقي 16 15 8
19 لا مفصل. هو تقريبا ده المفروض اللي بيعمله التكامل اللي كان بيشرحه صح؟ هو احنا هنحسب كمان الانرجي ولا لا؟ هو هي الفكرة مش نحسب، هو كان بيشرح الطريقة اللي هيشتغل فيها الكمبيوتر الو، مثلا بعدين. ايوه اهلا. ايوه اهلا يا باشا. انا برضو يعني هحاول اشوف مشكلة البتاع دي بعدين، بس انتوا وقعتوا مني فين؟ عشان انا لا عندي مشكلة. كنا بنرسم الفريكونسي دومين اللي طلعناه، بس كنت عايز اسالك الطريقه دي هي تقريبا دي الاتريشن او الالجوريثم اللي بيمشي فيه في الكمبيوتر في الحسابات تقريبا صح؟ هو بس لا يعني هو ده بس دي النسخه الان افيشنت، ايوه تمام؟ يعني النسخه دي لو انت ملاحظ كده تمام، بتاخد يعني كومبلكسيتي تقريبا ان سكوير، تمام؟ فان هي فيها كالكوليشنز ريدندنت، يعني ممكن ما تتحسبش، ايوه لان هو كومبلكس ال ال كولكشن. الكومبلكسيتي بتاعتها عاليه ليه؟ عشان السبيكترم لما بيطلع انت بتطلع سيمتريك، بتطلع واحده واحده، تمام؟ فبيبقى عامل كده، فانت بتعمل الحسبه مرتين وهو مالتبليكيشن او كده، تمام؟ اللي بيحصل يعني لما بيترجم الانتجريشن بيترجم للمالتبليكيشن واديشن، تمام؟ فانت بتعمله مرتين فبيطلع الكومبلكس بتاعتها ان سكوير، طبعا ده بطيء جدا. فالالجوريزمات اللي احنا برضه لسه هناخدها قدام او كده اللي هي الاف اف تي بتعمله في لوج ان تقريبا، يعني بتعمل الالجوريزم في لوج ان، لو انت عندك مثلا ان فريكونسيز موجوده هتطلع لك النتيجه في، او ان سامبل سوري في التايم هتطلع لك النتيجه في لوج السامبل دي، ده هو قليل جدا، عظيم. تمام؟ بس دي كده اللي انا عملتها بايدي دلوقتي، تمام؟ دي ازاي تحول ده نوميريكالي بالايد، تمام؟ طبعا ده مش انتجرال، ده سميشن يعني، تمام؟ الصيغه اصلا بتاعت السميشن، يعني انت بقى لو جيت بدون دخول في تفاصيل الدي اف تي حاليا عشان مش عايز اخبطكم حاجه، الدكتور لسه ما اتكلمش فيها هو يعني، تمام؟ الصيغه بتاعت الدي اف تي ما هي الا الصيغه اللي فوق معموله ديسكريت اهي، بمنتهى البساطه، بدل التي بقت كي، تمام؟ وادي الان ايكوال 0، وادي الان لحد ان ماينس 1، وادي الاكس ان اي سالب جي 2 باي ان كي، تمام؟ ايه الفرق هنا في كل ده؟ تمام؟ الكي هي موجوده بتاعتي والانات بتاعتي، فانا عايز اعرف الكي دي الفريكونسي بتاعتي، تمام؟ اللي هي كانت هنا، تمام؟ دول الفريكونسي بتاعتي اللي هي كي 1 كي 2 كي 3 كي 4، والانات اللي هي السامبلز بتاعتي في التايم، فانا عايز اعرف عند كل سامبل ان، تمام؟ هاو ماتش فين هاو ماتش باور كي، او للفريكوانسي المعينه كي، يعني ان كي كي فريكوانسي. ده ملخص الفوريير ترانسفورم، ودي الفكره اللي وراه اصلا، تمام؟ فده حرفيا انا ببروجكت حاجه على ساينس وكوساينس وبحطها بهذا الشكل، ودي نسخه ديسكريت منه. الاكس دي بس وانت جمعت كل الباورز مش كده؟ يعني اللي هو اكس انا مثلا باجي هنا يعني التوتال باور كل دي بتاعي باورز هو الرول دي. دي كل الباورز، يعني انا عندي عند سامبل واحد الفريكونسي دي مثلا هي طالعه كده، يعني هي مثلا طالعه في التايم كده، التايم كده يعني دي معناها ان فريكونسي واحد في منها كام، واثنين كام، وثلاثه كام، وهكذا، بقعد اجمعهم، ورحت جمعتهم رح طلع لي السبيكترم الجديد اللي هو التوتال باور بتاعت السيجنال كلها بالظبط عند كل القيم لكل فريكونسي. اوكي طب تمام، احنا ليه هو نقول لوج اوف ان؟ لا لا انا ده اقول انا كنت بقول لا لا انا كنت بقول ان الطريقه دي، الطريقه اللي انا لسه عاملها فوق دي، الكومبلكسيتي بتاعتها كالكوليشن ان هو سكوير، ان سكوير. تمام تمام. الطريقه الافيشنت اللي انا لسه ما اتكلمتش عنها اللي هي الاف اف تي اللي هو فاست فورير ترانسفورم، عيله الالجوريزمات دي بتوصل للوج ان، تمام. يعني هي بتعمل تريكات ذكيه كده بتكنسل كالكوليشنز كتير ملهاش لازمه. ايوه تمام تمام جدا. الاكس دي اللي هي بتستند الايرور شوت، الاكس دي هنا دي السيجنال بتاعتي عادي،
الفانكشن يعني دي اللي هي زي الاف مثلا اف اوف كي اكس اوف كي اي حاجه يعني. بس حتى في الريبريزنتيشن تي يعني تقريبا زي ما قلنا لو قلنا ك ان كل ك هي عباره عن اف فهيكون السمشن هناخد قيمه الاف دي عندي كل سامبل من التايم زي ما انت قلت فكانه بنعمل فعلا لوب جوه لوب على كل اف بنعمل لوب كومبليتين على الكومبوننت بتاعتها في كل التايمز هذا اكزاكتلي ما حدث بالفعل ممتاز جدا طيب انا بس عندي سؤال بس اتفضلي اتفضلي انت سجلت كل الكلام ده مش كده انا مسجل اظن احمد طيب حلو قوي تمام وانا بس عشان المساحه عند احمد وكده وعشان ما دخلش المعلومات في بعض فاحنا ممكن نقف هنا تمام لان الجزء الثاني هتبقى المحاضره الثانيه اللي هي كانت بتتكلم على الديسكريت سيجنلز والمحاضره الثالثه اللي هي اللي فاتت اللي بتتكلم على السيستمز المفروض ان باقي المحاضره الاولى فيها اوفر فيو عن السيستمز كده بس انا مش هخش فيه صراحه عشان ملخبطش مع الكلام اللي هيتقال ان ديبث في السيستمز قدام فخلينا نعمل كده ولو تحبوا نقعد بكره تاني انا ما عنديش مشاكل نخلص تاني محاضره او تاني وتالت حسب ما نقدر يعني يا ريت انا ما عنديش مشكله تمام يعني تمام انا بس يعني انتوا كده اللي انا قلت واضح شرح كويس مش واضح مش كويس لا تمام قوي لا عظيم جدا ما شاء الله عليك لا الصراحه يعني شكرا جدا الصراحه فهمتوا يعني الحمد لله طب اهم حاجه بقول لك ايه يا رشاد بكره هتبقى امتى يعني رافي زي ما نتفق يا جماعه عادي زي ما نتفق اصل بكره برضو ويك اند يعني فعادي تحب انت انا محتاج بس المحاضره الثانيه بصراحه لان الثالثه انا فهمتها بس الثانيه بس عشان انا ما حضرتهاش فدي ممكن ماشي 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 نقعد بكره الميعاد اللي تحبوه هي دي المحاضره الاولى ما عدا جزء السيستمز الصغير اللي هو اتقال في المحاضره الثالثه طيب. فانا حبيت يعني نقوله مره واحده في المحاضره الثالثه طيب المحاضره الثانيه كانت الديسكريت اللي هي سيجنالز الديسكريت بتبرزنتها ازاي الباوندد ومش باوندد والانرجي بتاعتها وكل الكلام ده طب سؤال يا رشاد الكلام اللي انت قلته ده اللي هو ليكشر 1 دي الاقيها في الكتاب بتاع دي اس بي ده في شابتر كام هقول لك مكان كل حته في كل كتاب من اللي معانا فين خلاص هبعت لك على الواتس طيب اسالك عشان انا عشان هو انا هبعت لكم على الجروب كلكم لان هو لما شرح اول محاضره هو جاب من كذا كتاب خلاص اشتغل لنا جروب الريسورسز دي اللي ايه فين كده ويبقى يعني كتر خير والله تاني محاضره وتالت محاضره هو ماشي من الكتاب بالظبط اوكي يعني تاني محاضره كانت ديسكريت اللي هي اول شابتر في الكتاب اللي هو شابتر خليني برضو اتاكد عشان ما اقولش معلومه مغلوطه ثانيه واحده